مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه الجمعه من اخر النهار. هنلعب لعبه مختلفه النهارده شويه، لان الحقيقه الواحد عاش سنين عمره يسمع مثلا عن ان في كشك اتوسع شويه، سرق حته من الرصيف، سرق له سلك كهربا وعمل يافطه وبقى ميني ماركت. بنسمعها وشفناها، بس عمري ما كان يتخيل لدماغي ولا الخيالي ان ممكن نسمع في يوم من الايام عن كشك صاحبه يسرق ارض ويروح يجيب مرتزقه ويبيع خير الارض دي للاغراب ويركع قدام الاغراب ويوطي راسه ويبقى سلاحهم اللي بيطعنوا بيه اخواته. علشان ايه؟ علشان ينظفوه ويروقوه ويدهنوه ويجيبوا له ترخيص قدام العالم ان الكشك بتاعه ده بقى دولة. بس هدينا عايشين، عشنا وسمعنا وشفنا بعينينا الكشك القطري وهو بقى دولة، والتمن كان دم العرب. ايوه دم العرب بدون اي مبالغة. خلاص الموضوع مع قطر ما بقاش محتاج لبحث ولا فحص ولا دراسة، لان على مدار السنين اللي فاتت والايام اللي بنعيشها دلوقتي بقى واضح ان حمد ومن بعده تميم بن حمد قرروا ان هم يشتروا القطر دي ترخيص دولة باي تمن، حتى لو كان التمن ده انهم يكونوا اداة وسلاح في ايد منظمات واجهزة دولية وغربية علشان ينشروا الفوضى في ارض الوطن العربي ده. حمد ومن بعده تميم بقطره وجزيرته وفلوسهم قرروا يشتروا ترخيص يخليهم دولة ليها معنى. بس لما دفعوا التمن ما دفعوش من جيوبهم، دفعوه من أرض عربية فتحوها مجانا لجنود أتراك والقاعدة أمريكية والحرس الثوري إيراني يتحكم ويتحرك وينشر فوضى في الوطن العربي كله مقابل حماية قصر الأمير. حتى الوجاهة الدولية اللي قطر قررت في يوم من الايام ان هي تشتريها، لما قرروا ان هم ينظفوا ويروقوا ويظبطوا الامير تميم علشان ياخد مكان ابوه، عملوا له حته وجاهه دوليه كده. لما جم يعملوها اشتروها بالرشوه والفساد والدم. عاوزين شويه وجاهه عشان نعمل النكته بتاعه تحويل قطر الى دوله ليها دور في المنطقه. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نجيب كاس العالم، ننظم كاس العالم. بس للأسف الشرف عملة غريبة على أمارة طول الوقت بتحكمها الخيانة. ابني ينقلب على أبوه عادي جدا، تحصل. نعمل محطة فضائية ونصرف عليها مليارات محتاجها العرب والغلابة والفقراء من موريتانيا إلى السودان علشان نرضي الأسياد اللي بره. وبالتالي لما اشتروا كاس العالم اشتروه بالرشوة في أكبر قضية وفضيحة فساد لسه العالم بيتكلم فيها حتى هذه اللحظة. ولما قرروا يعملوا بنية تحتية بقى علشان ينظموا كاس العالم ده عملوها بالدم، عملوها بدم العمال الغلابة من شرق وجنوب آسيا اللي كل التقارير الدولية الرسمية والحقوقية رصدت وأكدت بالأدلة والوثائق إن النظام القطري بيمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد العمالة الوافدة من سخرة وتعذيب وانتهاك لحقوقهم. بس عادي، كله يهون علشان تميم يبقى عنده دولة لها معنى. ده بالنسبة لهم هم هناك، لكن بالنسبة للحق والعدل والخير والدول الكبيرة اللي عندها تاريخ وعندها أصل ده ما ينفعش يهون. النهاردة بقى احنا هنلعب لعبة مختلفة شوية، هنشوف من خلالها الفرق ما بين أصحاب الحضارة والتاريخ لما يقرروا ان هم يبنوا، هنشوف من خلال الفرق ما بين الدول اللي بتلعب بشرف زي ما قال الرئيس في وقت عز فيه الشرف، وما بين الدول اللي كانت في الأصل كشك وخدت ترخيص دولة لما يحاولوا يتوسعوا. هنشوف فيديو وتقريرين هيكشفوا لنا الفرق ما بين الدولة الكبيرة لما تبني وما بين الإمارة اللي بيحكمها مقامر بأحلامه دم العرب لما يعوز يبني للوجاهة. تعالوا بقى نبدأ بالفيديو الأولاني. وثيقة حية
صوت وصورة تكشف لك جرائم قطر في حق العمال الغلابة والوافدين علشان يبنوا التميم شوية خرسانة يعملها وجهة قدام العالم، أو شوية استادات للوجاهة، بينما ملايين العرب في اليمن والسودان وسوريا والعراق وليبيا محتاجين ربع هذه المليارات من الدولارات اللي بتصرفها قطر على الدم علشان يعرفوا ياكلوا بس. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي، لان الفيديو اللي جاي ده بيكشف فضايح الهولوكوست القطري اللي بيمارسه تميم ضد العمالة الوافدة في بلاده. تعالوا نشوف ازاي الإنسانية مش قادرة تعرف مكان للبلد اللي اتبنت على أسس من الخيانة والخديعة والتآمر. هذه الصور لجثة عامل آسيوي قضى تحت ظروف عمل قاسية واجهها في دولة قطر، لم تكن الأولى ولا الأخيرة مما وصلت إلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي من حالات وفيات متكررة في أوساط العمال الفقراء القادمين من آسيا للمشاركة في إنشاءات كأس العالم 2022 وسط صمت مطبق في الأوساط الدولية. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. وعلى الرغم من التقارير الخطيرة والصادمة لمنظمات المجتمع الدولي، منها ما أشار إلى أن حالات الوفاة ستطال حتى موعد إنهاء المشاريع الإعمارية نحو 4000 عامل في ظروف البيئة السكنية والمتطلبات التعجيزية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية، مما يعني أن كل مباراة ستقام سيكون قد مات في مقابلها 100 إنسان وفقا للاتحاد النقابات الدولية. مأساة العمالة الأسيوية إلى قطر تبدأ من بلدانهم، حيث تستغل مكاتب العمالة حلم عشرات الآلاف من العمال الفقراء في الاستفادة من فرص العمل التي تحتاجها دولة قطر لتنفيذ مشروع 2022. تلك المكاتب تفرض رسوما خيالية على هؤلاء تصل إلى 4300 دولار للفرد الواحد، ما يجعل البعض منهم مضطرا على رهن بيوتهم أو الاستقراض بمعدلات الفائدة المرتفعة. وما أن يصل العامل إلى دولة قطر حتى يتبدد حلمه الوردي، فيقابل بحقيقة أن الراتب الذي وعد به قبل وصوله ليس إلا نصف راتب، ولا خيار أمامه سوى العمل في ظل شروط لا إنسانية تضعها الشركات وأصحاب العمل. فوفقا لشهادات ضحايا الانتهاكات، قد تصل ساعات العمل لنحو 18 ساعة يومية، وبعضهم من دون أي إجازات أو عطل، والبعض لا يستلم أول راتب له إلا بعد 6 أشهر من العمل المتواصل. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الشركات القطرية تتعمد تأخير رواتب العمال لشهور لإجبارهم على البقاء في مكان عملهم. ومن الشهادات الصادمة أيضا وفقا للتقارير الدولية أن الإصابة في العمل تؤدي إلى خصم وقت التوقف عن العمل للذهاب إلى العلاج، لا وبل خصم ثمن العلاج من الراتب الذي أحيانا قد لا يتجاوز 190 دولارا طوال الشهر. شروط لا إنسانية، من لا يقبل بها فهو مهدد بتسليم جواز سفره للشرطة وطرده من الدولة، كل ما ينتظره في بلاده الفقر والديون المثقلة. They will
They'll cancel my visa. If I lose this job, they will throw me out of the country. But I will still have a huge debt to pay. بحسب Human Rights Watch فإن عمال البناء في قطر يودون أنفسهم إلى المخاطر بما في ذلك الحرارة الشديدة وأشعة الشمس الحارقة والمواد الكيميائية الخطرة والأعطال في المعدات والسقوط في أماكن البناء وغيرها من حوادث العمل. بعض العمال يموتون اختناقا في أنابيب أو يسقطون من ارتفاعات عالية لعدم ارتدائهم وسائل الأمان الغير متوفرة في مكان العمل. المشكلة أن لا أحد يخبر العمال بهذه المخاطر، لا أحد يعلمهم طرق الوقاية منها، لا يوجد تدريبات على مواجهة الخطر، لا يوجد معدات سلامة. أحد العمال يروي للمنظمة كيف طلبوا منه مد كابل داخل أحد الأنابيب المظلمة بطول 2 كيلو متر، لم يكن يعرف شيئا عن مد الكابلات داخل الأنابيب، لم يعرف أصلا كم يبلغ طول الأنبوب، لقد كاد أن يموت. تجبر شركات البناء والتشييد لكأس العالم العمال على الإقامة في أماكن غير مأهولة تفتقر لأدنى احتياجات العيش، فلا مياه نظيفة للشرب ولا أسرة للنوم ولا وقاية من الأمراض التي تنقلها الحشرات الضارة، وقد يصل عدد العمال في الغرفة الواحدة إلى 18 شخصاً. وفي ظل ما ورد لا تزال انتهاكات قطر لحقوق العمالة تجري على قدم وساق، كما هي التوابيت العائدة منها لأناس فقراء دفعوا حياتهم ثمنا رخيصا لمونديال قطر 2022 دون حصولهم على أدنى الحقوق، وفي ظل صمت عالمي مستمر. ربك كبير يمهل ولا يهمل. اللي انت شايفه ده جزء من جرائم كبيرة، بس للأسف الدولة اللي بتعايرنا إن عندها الجزيرة قناة الرأي والرأي الآخر مقفولة بالضبة والمفتاح، ما ينفعش يبقى فيها أي حرية لحركة أي صحفي أو مذيع أو تلفزيون أو إعلام علشان يكشف الجرائم اللي شفناها في الفيديو ده. فبالتالي 90% أو 99% من جرائم قطر في حق هؤلاء العمال الغلابة للأسف محدش بيسمع عنها، مش بس عشان بيقفلوا الباب بتاع الحرية قدام كل الناس، لا عشان كمان بيدفعوا، بيشخللوا علشان محدش ينقل، بيشتروا مواقع وفضائيات وصحف كبيرة جدا علشان محدش يكتب عن الجرائم دي. هو كده اللي ما عندوش شرف دي طريقته في التعامل، اللي ما عندوش أصل دي طريقته في التعامل. اقفل وخبي جرائمك وادفنها، ادفنها وامنع الناس تصور وتعرف الحقيقة، وادفع علشان ما حدش يصور ويقول الحقيقة. طبعا ما فيش تعليق ممكن يتقال يناسب هذه الجرائم القطرية اللي بيتم ارتكابها ضد آلاف العمال اللي جايين من دول شرق آسيا وجنوب آسيا، وطبعا طبعا ما فيش تعليق يقدر يوصف البجاحة القطرية في انتهاء حقوق الإنسان، خصوصا إن جزيرة تميم بتاخدها طول الوقت فكرة حقوق الإنسان دي مدخل علشان تشعل بيه الفتن في كل البلدان العربية في أي لحظة. بس كل شيء في إمارة تميم لا يعرف معنى الشرف، عادي ومسموح بيه. الجزيرة تهاجم دول تانية تحت مسمى حماية حقوق الإنسان، بس كل مذيع في الجزيرة عامل فيها بطل ومهني بيخرص وبيحط في بقه كم ألف دولار ويسكت عن انتهاكات قطر وتاميمها ضد حقوق الإنسان داخل قطر نفسها، رغم أن العمال دول بيموتوا على بعد أمطار من مبنى الجزيرة بتاعه. مفيش تقرير رسمي عن وضع العمال في العالم صدر خلال السنتين اللي فاتوا وخلال الفترة اللي فاتت من غير ما يشير ويؤكد بالأدلة على جرائم قطر وانتهاكها لحقوق الإنسان، بس الجزيرة ما بتشوفش. مواقع وفضائيات الإخوان اللي بتقبض من قطر بتمولها قطر ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش يتكلموا خالص عن الانتهاكات بتاع حقوق الإنسان بتاعت قطر. عادي قطر بتدفع، فبالتالي من حقها تعامل العمال كعبيد، من حقها تقتلهم وتبعتهم لأهاليهم في توابيت.
بس هو من امتى يعني؟ من امتى يعني ممكن اي حد فينا ينتظر من مرتزقة وعبيد ان هم يرفعوا صوتهم على اسيادهم في الامارة طالما اسيادهم بيدفعوا كويس؟ بص يا سيدي، بيقول لك تستمر الاساءة ويستمر استغلال العمال الوافدين باجور منخفضة، والعمال دول اغلبهم جاي من اسيا وبنسبة اقل جاي من افريقيا. بيدفع العمال عادة رسوم تشغيل باهظة، وتصادر جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل حال وصولهم لقطر. يشكو عديد من العمال عدم حصولهم على أجورهم في موعدها وإن حصلوا عليها أصلا. الكلام اللي فات ده مش كلامي خالص، ولا كلام مثلا وسيلة إعلام عربية عشان ما تقولش احنا حاقدين على قطر مثلا، وكأن قطر دي جنة الله في أرضه، مش مجرد دولة مقفولة مخنوقة تدار بالرشاوة والفساد والخضوع والخنوع لأي بيادة لأي عسكري من تركيا أو إيران عشان يحميها. الفقرة اللي فاتت دي اتهام واضح جدا بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في قطر والمعاملة السيئة اللي بيواجهها المقيمين في قطر على مستوى العمل والصحة وحرية الرأي والتعبير والتنقل والملكية. الفقرة دي موجودة بالنص في تقرير رسمي للمنظمة الأمريكية Human Rights Watch. طبعا المنظمة دي زي ما حضراتكم عارفين لما بتطلع أي تقرير ضد أي دولة عربية، الإمارات مثلا، مصر مثلا، السعودية مثلا، بنلاقي الجزيرة بتعمل حفلة بالتقرير ده. لكن لما نفس المنظمة تطلع تقرير ضد انتهاكات قطر لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، الجزيرة طبعا بتقول على المنظمة دي إن هي منظمة مشبوهة ممولة وجزء من مؤامرة على تميم. الصحافة الإنجليزية بقالها سنين يا مؤمن بتصرخ عن الأوضاع السيئة للعمالة الوافدة في قطر، وبتقول إن العمال بيتسرق حقهم وبيتعاملوا بالسخرة والتعذيب في ثلاث قطاعات مختلفة داخل الدوحة، هي الضيافة والبناء والتشييد والشحن. الاتحاد العالمي العمالي الحر يوم 19 يونيو الماضي طالب الحكومة في قطر ان هي تراعي الاوضاع المأساوية للعمالة الوافدة في الدوحة، خصوصا العمالة الاسيوية، لانها بتتعرض لانتهاكات كبيرة جدا لحقوق الانسان. وقال في تقريره ان الدوحة بتنتهك اهم بند عالمي وانساني في دستور منظمة العمل الدولية، بس قطر بتدفع فمحدش بيتكلم. الفدرالية العربية لحقوق الانسان طلعت بيان رسمي من كذا شهر قالت ان قطر لابد ان هي تحترم اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتحمي حقوق العمالة الوافدة من أعمال العبودية والسخرة والتعذيب. وقالت نصا في البيان بتاعها إن التعذيب بيفني الشخصية وبيحول الضحية إلى شخص بلا كرامة، وده اللي بيحصل في العمالة الآسيوية في قطر اللي بتقدر بمليون وسبعمائة ألف عامل. قطر بتضحي بمليون وسبعمائة ألف بني آدم علشان وجاه التميم. حتى يا مؤمن موقع وكليكس ما سابش قطر وفضحها. فضحها، واسمع بقى فضحها في ايه. الاخوان ومولاهم يوسف القرضاوي طول الوقت بيصوروا لنا ان الحكام في قطر دول هم اهل الحفاظ على الدين، هم اهل الاخلاق والحريه والديمقراطيه. يوسف القرضاوي بيقول كده، بس معلش يا ما يوسف القرضاوي قال كده لاي حد ده فعله او كان ليه عنده مصلحه؟ عادي بيقولوا بيغير، ما الدين بالنسبه لهم ورقتين نقطعهم ونكتبهم من اول وجديد، والاول وجديد على حسب المصلحه. الوثيقة اللي اتسربت بتاعة ويكيكس كانت عبارة عن تسريب لتقارير للسفارة الأمريكية عن الوضع في قطر. بتؤكد في هذه الوثيقة إن في وقائع للإتجار بالبشر في الأراضي القطرية. الوثيقة دي رصدت وجود عدد من الانتهاكات الكبيرة جدا للعمالة القطرية فيما يخص ملف حقوق الإنسان. بس اتكلمت عن شيء أبشع، شيء أفظع، شيء أقبح، لا يستقيم أبدا مع ناس بيقولوا على نفسهم بني آدمين. اتكلمت ان في سيدات بيتم استقدامهم من شرق وجنوب اسيا وافريقيا عشان يشتغلوا كخادمات في المنازل، ولكن بيتم اجبارهم على العمل بالجنس. هذه الوثيقه استندت الى شكاوى رسميه من سفارات دول اندونيسيا وسريلانكا والفلبين، وقالت ان عدد الشكاوى ده في 2007 لوحده كان 3400 شكوى تضاعفت في السنين والفترة الأخيرة. هو ده اللي بيحصل في قطر. قطر اللي بيحصل فيها بلاوي سودة، بس الإخوان بيقبضوا والباقي بيقبض، محدش عاوز يتكلم. قطر اللي فيها الجزير قناة الرأي والرأي الآخر،
بس إذا كان الرأي الآخر يخص جرائم قطر يبقى بلاش منه أحسن، عادي جدا مش عاوزينه. هو ده اللي بيحصل في قطر، اللي بيحاول إخوان يصوروها إنها جنة، اللي بيحاول إخوان يصوروا الموقف العربي منها، موقف مصر والإمارات والسعودية والبحرين، وكأنه حقد. حقد على إيه وإحنا عارفين من أول حدوتة لآخرها باعترافاتهم رئيس الوزراء الأسبق وزير الخارجية دلوقتي ووسطات قطر في الإفراج عن الأجانب المختطفين من قبل داعش وجبهة النصرة، ومن اللي بيحصل على شاشة الجزيرة نفسه لما كان أحمد منصور بيطلع يستضيف قيادات جبهة النصرة اللي بتكفر وبتقتل في سوريا على إنهم متمردين وثوار. عاوز إيه دليل على إن تميم بينفق كل هذه المليارات لإشعال الفتن والفوضى وتمويل الميليشيات المسلحة في سوريا والعراق وليبيا علشان يلعبوا دورهم المرسوم، جندي مرتزقة يخدم دول وأجهزة غربية تحت مسمى إن هو دولة اسمها قطر. فاصل، وبعد الفاصل هشوف مع حضراتكم بقى الفرق، بس ركزوا أكتر والنبي في الحتة دي، شوف الفرق ما بين الدولة اللي بجد لما بتبني بتبني إزاي، بتبني بشرف ونزاهة، بتبني عشان المستقبل مش للوجاهة. بعد الفاصل هنشوف ملحمة وإنجاز مصر بيحصل في جبل الحلال، أنا آسف، في جبل الجلالة أو هضبة الجلالة، ومن بعده هنشوف كمان إنجاز كبير بيحصل في أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد. بعد الفاصل هنشوف الدول اللي بجد لما تحب تبني. على مدد الشوف مد عينك كده واتفرج، مد عينك واتفرج على الناس لما بتحلم وتقرر ازاي بتقدر تنفذ اللي بتحلم بيه واللي بتقرره واللي بتبعد بيه جموع الناس في مدة زمنية ربما تكون معجزة، ربما تكون معجزة ان انا في سنتين اقدر احول صحراء وجبل الى مشروع متكامل، مشروع متكامل على المستوى السياحي والاقتصادي والعمراني كمان وبالمرة الصناعي. احنا فين؟ احنا موجودين دلوقتي في هضبة الجلالة مايو 2015 لما تم الاعلان عن المشروع ده، كان في اصوات كتير وعصافير كتير بتصوصوا في دماغ بعض الناس انه انتوا بتتكلموا على مشروعات فنكوش، بتتكلموا على مشروعات مستحيل تبقى موجودة، بتكلمونا عام على كم شاليه وكم قرية سياحية وكأنه هو المشروع القومي لمصر. بعض الناس بتبقاش فاهمة ايه اهمية المشروعات اللي من خلالها بنخترق الصحراء مرة تانية. احنا عشنا 60-70 سنة بنتكلم على اننا كلنا مزنوقين في وادي ضيق، عشنا 60-70 سنة بنحاول ان احنا نشفي روحنا وضمايرنا من الجريمة اللي حصلت في الساحل الشمالي، انه كان ارض واعدة وازاي تم استغلالها بشكل خاطئ استثماريا وسياحيا. النهاردة في مايو 2015 تم القرار بانه مصر هتغزو المنطقة دي، المنطقة الجبلية والصحراوية، بمشروع متكامل اسمه هضبة الجلالة. هضبة الجلالة واحد من المشروعات اللي لازم تقف تتأملها شوية لانها اتظلمت. اتظلمت لانه كل كان بينظر اليها على ان هي مجرد منتجع سياحي، واتظلمت كمان لانه ما حدش اتكلم على اهميتها او اهمية هذا المشروع كحجر اساس بيدشن اعادة الاستثمار في منطقة كانت منسية وصعبة. احنا موجودين دلوقتي في هضبة الجلالة في رحلة بندور فيها على روح المقاتل المصري اللي اتفقنا قبل كده هو مقاتل سواء على الجبهة بالرصاص او مقاتل في المشروعات بالبنى، وده اللي احنا عاوزين نشوفه النهاردة في هضبة الجلالة، ونشوف ازاي بيتم التعاون ما بين القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية المشرفة على المشروع وما بين كافة المشروعات المدنية والعمال المصريين اللي موجودين. مش هكلمك على الحصر والعدد ولا الارقام ولا البيانات، هنعرف ده على مدار الحلقة، هنعرف احنا
بنشتغل في مشروع بيشتغل فيه كم شركة، هنعرف بنشتغل في مشروع فيه كم عامل. لكن عاوز أقول لحضرتك وانت بتفكر في هضبة الجلالة، اوعى تفكر بس في منظر البحر اللي وراك، انت فكر فيه ان زي ما قلت لك ان دي بداية لخلق مناخ استثمار في منطقة كانت منسية طول الزمن اللي فات. بنتكلم في هضبة الجلالة على منتجع سياحي، بنتكلم على مصانع بتستغل اللي موجود من الموارد في هذه الأرض تحديدا الرخام، بنتكلم على مصنع الأسمنت الفوسفاتي اللي إن شاء الله هيبقى باكورة إنتاجه يعني فخر لمصر وخطوة صناعية لقدام، بنتكلم عن جامعة الملك عبدالله والمجمع التعليمي اللي موجود كأننا مهتمين أو بنقول للناس إن إحنا كمان مهتمين بالبحث العلمي، بنتكلم على مستشفى طبي عالمي، بنتكلم على طريق هيحل مشاكل كتير جدا للاستثمار والسياحة في منطقة العين السخنة والبحر الأحمر عموما، بنتكلم كمان على واحدة من أهم الحاجات اللي موجودة هنا، إن أنا أما أفكر أبني مكان فيه سياحة وفيه استثمار لازم أفكر إن يكون مأهول بالسكان، ما غلطش نفس الغلطة اللي كنا بنعملها زي ما حصل في الساحل الشمالي، أبني شاليهات وقرى بينما أسيب المكان غير مأهول بالسكان، فبالتالي هتيجي هنا أهمية مدينة الجلالة العالمية. ومدينة الجلالة أهميتها إن فيها كل أنواع الإسكان، إسكان متوسط وإسكان اجتماعي وإسكان كمان فاخر. فأنا بقول للمصريين سيبوا الخلقة اللي احنا عايشين فيها وتعالوا عيشوا في هضبة الجلالة أو هذا المشروع اللي إن شاء الله وبإذن الله هيكون متكامل. على مدار الحلقة دي هنعيش مع حضراتكم قصة هضبة الجلالة من مايو 2015، الصحراء والجبل اللي محدش كان يحلم أبداً إن هم يتحولوا إلى بنى على أرض الواقع، لحد مايو 2017 لما الناس بإيدين الناس الموجودين في القوات المسلحة ودار الهندسة في القوات المسلحة بالمساعدة والمشاركة مع الشركات المدنية والعمال المدنيين قدروا يحولوا هذا الحلم إلى حقيقة. رحلتنا هتبدأ في هضبة الجلالة ما بين الجمال وما بين الإرادة على إنك تاخد القرار وما بين القدرة على إنك تخلق مناخ استثمار جديد وما بين القدرة على إنك تستغل مواردك وتعمل مجتمع صناعي يقدر يخدم البلد دي في المرحلة اللي جاية. مهم جدا يا جماعة لما نوعد بحاجة نقدر ننفذها، مهم جدا لما يكون حد في القيادة السياسية وتحديدا رئيس الجمهورية أو السلطة المسؤولة عن إدارة البلد لما توعد الناس أو المواطنين بحاجة تكون قادرة على تنفيذها وتكون قادرة إن هي طول الوقت بين فترة زمنية والتانية تدي نماذج على أرض الواقع إن هي قدرت تحقق أو تنفذ الحلم اللي كانت بتتكلم عنه. إحنا دلوقتي تقريبا بفصلنا مترات عن خليج السويس والشط اللي موجود قدامنا ده هو الشط اللي هيكون خاص بمنتجع الجلاله السياحي. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان احنا بنتكلم على مشروع الجلاله مش انه مشروع بس لمنتجع سياحي، هو مشروع اكبر، هو منتجع او امتداد عمراني لمنطقه كنا زمان من عشرات السنين بنحلم بتعميرها وتحويلها الى منطقه سياحيه وصناعيه وكمان تعليميه زي ما نشوف واحنا بنتكلم عن جامعه الملك عبد الله. لكن احنا دلوقتي موجودين قدام خليج السويس، موجودين في المنطقه بتاعت المنتجع السياحي وتحديدا موجودين فوق الجسم او العظم بتاع فندق المنتجع السياحي بتاع فندق الجلاله او فندق المنتجع السياحي اللي هيبقى موجود قدام خليج السويس، واللي حوالينا ده كله دي مجموعه الفيلات والشاليهات اللي هتبقى تابعه لهذا الفندق. يعني من سنتين من مايو 2015 كان احنا بنتكلم عن منطقه صحراء تماما، جبل تماما، قدرنا في ال 24 شهر اللي فاتوا واحنا كويس ان احنا موجودين في شهر مايو عشان نبقى 24 عشان نبقى بنعد صح، ان احنا في ال 24 قدرنا نحول الجبل والصحراء دي الى مكان او واقع بيقول ان احنا هيبقى عندنا مشروع داخل الى حيز العالميه زي ما كنا بنتمنى مع الجلاله. خلينا نروح للمهندس مصطفى عبد العزيز مدير الاستشاري للمشروع او مدير المشروع الاستشاري نفهم منه اكتر ايه حكايه المنتجع السياحي وازاي وصلنا لهذه المرحله وقدامنا قد ايه وتفاصيله كامله. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور. اهلا او صباح الخير يعني. صباح الخير. لكن انتوا هنا يومكم مع ليلكم ونهاركم مع ليلكم فصباح الخير زي مساء الخير. كله كويس. طب عاوز نشرح للناس احنا فين دلوقتي؟ احنا حضرتك دلوقتي في الفندق الساحلي. الفندق الساحلي والفيلات والشاليهات ديت على مسطح تقريبا 30 فدان. الفندق الساحلي ده حضرتك بيتكون من 270 غرفه سنجل
ودبل وفيهم جزء لذوي الاحتياجات الخاصة. في حضرتك منهم 34 جناح. هو الفندق ده حضرتك بيتكون من بدروم وأرضي وأربعة متكاملة. تمام. في طبعا خدمات في اللي هو في مطاعم، في مطعم كبير وفي اثنين مطعم تخصصي، وفي جراج للعربيات ساعة 300 سيارة، وفي طبعا حمامات السباحة الخاصة بالفندق وخاصة بالشاليهات والفيلات. الجزء بتاع الفيلات والشاليهات ده حضرتك بينقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني اللي هو الفيلات اللي هي المنفصلة دي حضرتك اللي هي خلاص متشطبة قدامي. اللي هي حضرتك زي ما انت حضرتك شايف اللي هو الجزء اللي انت حضرتك شايفه دوت، ده حضرتك 26 فيلا. مسطح الفيلا تقريبا 270 متر. هي بدروم وارضي واول وروف. وبعدين الجزء الثاني حضرتك اللي هو الشاليهات. الشاليه دوت حضرتك فيه 48 شاليه. تمام. اللي هو اللي حضرتك لسه هيتبيض دوت اللي هو انت حضرتك شايفه في الصف الثاني، اللي هم الصف الثاني. ده حضرتك مسطح الشاليه 200 متر، ارضي واول برضو وروف. وفي الجزء الثالث حضرتك اللي هو الشاليهات اللي هي الورا ديت اللي هي عند الجزء دوت، ده 96 شاليه، ده ارضي واول وثاني وروف. طيب ده الجزء الساحلي من المشروع، ده الفندق والشاليهات. الجزء السياحي كله بيتعلق بقى بالكورنيش الجبلي والفندق الجبلي وكل ثم الممشى والمارينا اللي بالظبط حضرتك. وفي بقى طبعا خدمات اللي هي المطاعم والمحلات وفي مول بتاع دوت هايبر، وفي مجمع المسارح والسينما، مجمع ترفيه كبير، كل ده موجود عندنا. طيب علشان نفهم الناس، بعض الناس بتقول لك احنا مش محتاجين منتجعات سياحيه، عاوزين نفهمه احنا ازاي قدرنا نحول الجبل ده والصحراء دي الى المكان اللي احنا فيه، وكاننا بندش اللي عايز استغلال هذه المنطقه عمرانيه. هو حضرتك السياحه مهمه جدا جدا في البلد ومصدر اساسي. العمله الصعبه دي طبعا معروفه. صحيح. في اي حته في اي بلد، خصوصا لما لو كانت البلد زي جمهوريه مصر العربيه اللي هي بتحمل مقومات السياحه. يعني حضرتك لو شايف البحر وشايف المناظر الموجوده فيه، الحاجات دي لازم نستغلها علشان نوفر العمله الصعبه اللي هتفيد البلد بعد كده. طيب لما يجي نبص، حتى لما كان بيشرح اللواء كامل الوزير لسياده الرئيس على موضوع منتجع الجلاله السياحي تحديدا، كنا بنحس ان هو كانه عاوز يقول له ان احنا بنتلافى كل الاخطاء السابقه في بنى القرى السياحيه. احنا عندنا كل المقومات، عند البحر والجبل والتلفريك. احنا عندنا كل حاجه. عندنا في مجمع للمسارح والسينما، في 8 سينمات، في صاله تظاهر كلها على الجليد، في تلفريك 4.5 كيلو المسافه بتاعت 4.5 كيلو بتسع عربيات، كل عربيه وما بين الثانيه الرحله 15 دقيقه. على ارتفاع تقريبا 700 متر من فوق. يمكن ده هيكون اول تلفريك موجود في جمهوريه مصر العربيه اللي موجود. وفي عندنا حضرتك المحلات، وفي عندنا مبنى الجوازات. وفي مارينا جديده مختلفه تماما حضرتك بتاخد تقريبا دي هنروح لها بعد شويه. 200 انا يمين الناس تعرف في المنتجع السياحي ده اللي احنا اتكلمنا على الفندق فيه كم غرفه وكم عدد شاليهات، شغال كم شركه؟ ده حضرتك شركه المقاولين العرب هي اللي قايمه بهذا الموضوع، الشاليهات والفيلات. في فرع مدينه نصر موجود في شركه المقاولين العرب، وفرع مدينه نصر واخد الفندق، وفرع القاهره واخد الشاليهات والفيلات. شغال كم عامل بقى يا فندم؟ يعني لا يقل عن 2000 عامل موجودين في المنطقه بتاعه المنطقه السياحيه. 2000 عامل وصنايع يعني. طيب احنا خلينا نفرق يا جماعه، احنا بنقسم موضوع او مشروع الجلاله بنقسمه لثلاث اربع حتت. بنتكلم تاني على المنتجع الساحلي، بنتكلم تاني على المنطقه الجبليه، بنتكلم على محطه تحليه المياه، بنتكلم على مارينا اليخوت، وكمان بنتكلم على المشروع بتاع الاسمنت الفوسفاتي. يعني بنتكلم والمحاجر، يعني بنتكلم ما بين الاقتصادي، ما هو اقتصادي وما هو صناعي وما هو سياحي. طيب طول الوقت المصريين بقى عندهم علامه ثابته كده ان الرئيس بيتكلم مع اللي هو كامل الوزير في التوقيت، توقيت سرعه التنفيذ وجوده التنفيذ. ده بيمثل لكم ايه هنا؟ احنا حضرتك طبعا بيمثل لنا يعني ضغط علينا اللي احنا نخلص في الميعاد بتاعنا، واللي احنا نبقى قد الكلمه اللي احنا بنقولها. بس هو طبعا مشروع كبير جدا ومحتاج كميه عماله وكميه شغل كبيره جدا. وانت حضرتك طبعا صورته قبل كده وشفت مقدار التغيير اللي موجود. يعني انت حضرتك خلاص احنا في الفيلات اهي بنشطبها والفندق كذلك.
حجم الاعمال سريع جدا. انا احنا بنشتغل 24 ساعه مع ست من فتره كان الدنيا غير الدنيا خالص. طبعا احنا طبعا اللي بيجي من بره بيحس بالتغيير على طول. يعني احنا شغالين 24 ساعه في ما فيش يعني اجازات. طبعا ما فيش اجازات, كله بنشتغل. لا اعياد ولا مواسم ولا طبعا بنبدل ما بيننا وبين بعضينا يعني. بس هو الشغل موجود في جميع الـ الاعياد الرسميه والجمع شغالين, والورديات شغاله كلها. ما فيش عندنا يعني اي اجازات وشغالين 24 ساعه. بخبرتك الهندسيه يا باشمهندس, هل كنت تتخيل في يوم انه في حجم السنتين او في زمن السنتين يبقى عندنا حجم الاعمال ده كله في المنطقه دي؟ والله احنا بالنسبه لنا احنا كل حاجه بالتخطيط وبتاع وبالاراده بتتحقق. يعني عندنا في الشغل لازم يكون في اراده وعزيمه وبتحقق كل اللي انت عايزه. بس طبعا حجم الانجاز اللي اتعمل في السنتين ده حجم كويس جدا بالنسبه لحضرتك. المساحه 500 فدان يعني المنتجع جلاله ده 500 فدان. فشوف حضرتك الحجم اللي اتعمل دي في سنتين طبعا كويس جدا. طيب جدا احنا يعني احنا مصريين زي بعض طبعا, وعندنا فكره على انه ما عندناش مواعيد تسليم, وبنروح نشتري شقق وشاليهات في منتجعات سياحيه على الورق ونقعد 6-7 سنين عشان نستلم. هل كنت تتخيل ان اول يوم جيت فيه هنا ان بعد سنتين هتبقى واقف قدام عظم كامل كده, شاليهات متشطبه سواء من بره او من جوه, وفندق خلاص يكاد يكون ان هو في مراحل الاخيره؟ لا هو طبعا انجاز طبعا بلا شك. هو طبعا يعني طبعا انجاز اللي احنا عملنا كده وحاجه كويسه طبعا, ومع سياده اللواء كامل الوزير وزيارته لنا المتكرره وضغطه علينا باستمرار. وانتوا لسه ما عملتوش حاجه؟ لا مش مره في الاسبوع تقريبا على طول. لا انتوا ما عملتوش حاجه؟ لا ده كده لسه مش كويس يعني كل ده ما عملتوش حاجه. لا هو طبعا سياده اللواء كامل الوزير عايزنا اللي احنا يعني على طول في طب عاوز حضرتك تقول كلمه للمصريين على مشروع الجلاله. والله يعني انت ان شاء الله يعني كمان سنه باذن الله هتلاقوا الوضع تاني متغير خالص, وهتلاقوا ان شاء الله الحاجه دي شغاله, وهتلاقي فيه ناس زوار موجودين, وهتلاقي كل الفيلات وان شاء الله والفندق فيه زوار وفي يعني ان شاء الله يعني هتلاقي حاجه كويسه باذن الله. يعني الحلم اللي احنا حلمناه في مستعمله زي باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا المهندس مصطفى. الله يخليك الله يخليك. المشروع لسه. انا متشكر جدا لحضرتك, وان شاء الله باذن الله تنورونا كده كمان شهرين ثلاثه كده. نوركم زوار بقى. لا انا نوركم زوار ان شاء الله عشان نستمتع باذن الله. طيب يا جماعه, من قدام خليج السويس ومن الفندق الساحلي في منتجع الجلاله, دي كانت بدايه اللقاءات بتاعتنا في هذه الحلقه اللي عاوزين ناكد فيها انه المشروعات القومية الكبيرة حتى لو كان البعض شايف ان ده مشروع سياحي, لكن في النهاية هذا المشروع السياحي المتكامل لانه فيه شق اقتصادي وفيه شق صناعي وسكني كمان وتعليمي. ده عبارة عن تدشين لتعمير منطقة كنا نظن من زمان ان تعميرها مسألة من المستحيل, لكن خلينا نكمل مع بعض الحلم في هضبة الجلالة. احنا لسه موجودين دلوقتي في الفندق الساحلي بس من زاويه تانية, وزي ما قلت لحضراتكم ان مشروع الجلاله عموما ككل مش بس المنتجع السياحي اللي فيه مش واخد حقه من ضمن المشروعات التانية, رغم انه واحد برضو من اهم المشروعات, لانه اهميته بالنسبه لي انه بمثابه افتتاح لمنطقه كنا عاوزين نعمرها من سنين. خلينا برضو نكمل حوارنا عن المنتجع السياحي وتحديدا الفندق الساحلي, ظروف البنى بتاعته وصلنا لحد فين, الصعوبات اللي واجهت الناس اللي شغاله فيه خلال الفتره اللي فاتت, والمنظر اللي قدامنا ده اللي هننزله بعد شويه اقول لحضراتكم ازاي. بس خلونا اول نرحب بيه المهندس حسن لاشين, واحد من المهندسين العاملين في مشروع الفندق الساحلي والمنتجع السياحي بيه الجلاله. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. انت خليني ابدا معاك من نقطه ثانيه خالص, انت شاب زي حالتنا كده, والشباب في الفتره اللي فاتت طول الوقت موضوع السوشيال ميديا بيتعامل مع المشروعات اللي كان بيتم الاعلان عنها ان هي احلام وحاجات على الورق ومش هتتنفذ. تمام. وصف لي بقى شعورك دلوقتي انت واقف في الفندق الساحلي خلاص هو بيتشطب وواقف في مراحله الاخيره, والمنتجع الجلاله الساحلي بيتحول الى حاجه على ارض الواقع في خلال سنتين بس, بقى عندنا ادي الشط وادي المارينا وادي الجوازات وادي الكافيتريات وادي الاكوا بارك. تقريبا عندك جسم متكامل للمشروع كله دلوقتي. تمام. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم, المشروع الفندق الساحلي بتاعنا احنا كمهندسين عرب دخلنا الفندق الساحلي
ومساحتها 3 فدان بعبارة عن بدروم وأرضي وأربع أدوار متكرر. بينقسم لثلاث أقسام في الفندق نفسه: قطاع غربي، قطاع شرقي، قطاع جنوبي. كل قطاع من القطاعات دي لها مهندس، كل مهندس معاه لا يقل عن 500 عامل. المشروع يعني شغال ليل نهار. يعني حجم العماله كام تقريبا؟ حجم العماله لا يقل عن 2000 عامل في الفندق الساحلي فقط. طبعًا. يعني كفندق ساحلي فقط. زي ما بقول لستك كده، المشروع 24 ساعه. الاجازات الرسميه ما فيش اجازات، معنى كلمه اجازات خالص، كله شغال وكل حابب ان هو يشتغل، كل حابب ان هو يطلع يعني في مكان كويس والمشروع كويس جدا. يعني كل الناس مبسوطين جدا بالمكان نفسه، قارن لي ما بين مايو 2015 ومايو 2017 على نفس الارض اللي احنا واقفين عليها دي. مايو 2015 حضرتك كنت بتتكلم في ارض صحراء. في مايو 2017 بتتكلم عن مبنى وصل دلوقتي مرحله التشطيب بتاعته يعني حوالي 40% او 50% كمان. يعني بقول لحضرتك يعني الناس هنا شغاله ليل نهار، محدش متضايق جدا. يعني زي ما بقول لستك كده، الاجازات فين وفين، عقبال مثلا الناس بتتناوب على الاجازات. محدش متضايق جدا، كله طيب. مبسوط. زي طبيعه كل مشروع في الدنيا في شويه مصاعب بتقابله، ايه اكتر حاجات كانت بتدوشكوا هنا او بتعطلكم؟ والله بصراحه يعني المصاعب اللي هنا، يعني عايز اقول لك يعني التسهيلات هنا كتير جدا والله. يعني مش بقول كده مثلا عشان احنا على التلفزيون او على الهواء، لا مفيش اي مشاكل خالص. بس هي يعني ايه، الاول ما جينا هنا خالص مثلا كان موضوع السكن، مش حاجات بسيطه، يعني حاجات خارج النطاق العمل. زائد ان طبعا دلوقتي ما بقتش موجوده. لا دلوقتي خلاص كله تمام الحمد لله، ما فيش اي مشاكل خالص هنا الحمد لله. زي ما بقول لحضرتك كده، الفندق الساحلي عباره عن ارضي وبدروم وارضي واربعه متكرر. فيه حوالي 257 غرفه فندقيه، في 34 جناح. زي ما انا قلت لسته كده بقى، اللي هو غربي وشرقي واوسط وجنوبي. كم معدة شغالة معاك في الفندق الساحلي؟ المعدات هنا لا تقل، يعني هنا حوالي 3 لوادر معانا في الفندق، للفندق فقط 3 لوادر، 4 قلابات، 5 تنكات. يعني الحمد لله رب العالمين الدنيا هنا كويسة جدا، وكل هنا مبسوط جدا بصراحة والله، مبسوط جدا كسفيه، يعني كسفيه في الآخر كمهندسين، كسفيه حتى إن أنت كنت شغال في منتجع كبير زي منتجع الجلالة يعني. طيب لما كنت قاعد بتتفرج على مثلا سيادة الرئيس لما بيجي يزور هضبة الجلالة ويكون قدامه اللي هو كان وزير، بيقول له لا ده يخلص في شهر شهرين. بصراحة ان انا اجي اشتغل في المكان ده، يعني شرف كبير لاي حد هنا في الناس اللي هنا انها تشتغل في مشروع زي ده بصراحة. طيب اللي هو كان بيقول له تمام يا فندم، لما يقول له لا ده تخلص في سنة اقول له 6 شهور، انت كان بيجي لك احساس ايه بقى انك هتشتغل اكتر؟ هو الاحساس ده احنا حاسين بيه دلوقتي، يعني الضغط اللي احنا شغالين فيه ده ضغط فظيع جدا. طبعا الشوب درونج، يعني مثلا يعني اي بند جديد بيشتغل شوب درونج على طول بتشتغل، يعني بيجي في نفس اليوم بتشتغل في نفس اليوم، البند يشتغل في نفس اليوم. لا يعني الضغط ده هنا رقم واحد، يعني احنا هنا شغالين، انت شغال تحت ضغط. احنا هنا بنخلص، انا يعني كمهندسين هنا احنا بنخلص الساعه 8 و9 بالليل. يا دوب من عقبال ما اروح السكن يعني 6 ساعات، انت بترجع تنام ثاني يوم الصبح بتكون هنا. لا الضغط هنا فظيع جدا، يعني 6 شهور، يعني 6 شهور، يعني مفيش الكلام ده، مفيش هزار بقى، مفيش 6 شهور، ده يكون سنه سنتين زي اي مشروع ثاني ممكن تشتغل فيه. يعني لما كان بيقلل عدد الوقت مثلا وبيقول لي اللي هو كامل 6 شهور، ما تحطش ايدك على راسك كده. لا كانت الدنيا بتبيض في وشي بصراحه. لا هعمل ايه يعني. انا اشكرك جدا مهندس حسن الأشيم، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب، ونيجي لكم ان شاء الله الزياره الجايه نكون جايين ضيوف وكلنا ان شاء الله فندم، يعني ان شاء الله مبسوطين بده ان شاء الله فندم. هننزل بقى نسيب الفندق ونروح لمنطقه المارينا. المنطقه اللي قدام حضراتكم دي هي المارينا. المارينا يعني ايه؟ يعني هي دي هتبقى منطقه يخوت، يعني حضرتك هيبقى في منفذ بحري تزور منه من منتجع الجلاله، تنزل هنا في منطقه اليخوت، تخش على منطقه الجوازات تخلص ورقك وتبقى دخلت خلاص الاراضي المصريه. والمنطقه اللي حوالينا دي فيها الاكوا بارك وفيها منطقه المطاعم والكافيتريات، لكن خلينا نشوف المنظر من تحت هيبقى عامل ازاي، خصوصا من شويه واحنا ماشيين كان سرب الدلافين معدي، والدلافين على ما بيقولوا كده في لغه اهل البحر خير وبركه، فرب يجعل الزياره دي خير وبركه. علشان كأننا بنعمل بالكاميرا كده رسم بياني لمخطط مشروع الجلالة كله، خلينا ننهي بقى المنطقة اللي تحت اللي هي منطقة المنتجع السياحي دي قبل ما نطلع ليه المنطقة الجبلية. احنا دلوقتي على طرف المارينا. المارينا المفروض تاخد عدد من اليخوت، يخوت اللي جاية من بره علشان يبقى عندنا منفذ بحري ومنفذ بري زي ما بقولنا. خلينا نفهم اكتر المنطقة اللي تحت دي، منطقة الجوازات ومنطقة المارينا.
شكلها ايه والدنيا فيها ماشية ازاي من انشاءات واعمال مع المهندس احمد مهران واحد من العاملين في هذا المشروع. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا باشمهندس. احنا دلوقتي موجودين على المارينا. المفروض المارينا دي تاخد كام ياخد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك فكرة المشروع زي ما احنا بنقول فكرة منتجع سياحي ضخم بالمباني الحق شايفها قدامنا في الكاميرا. لما فكرنا ان احنا نعمل منتجع سياحي كان المفروض ان انا افكر في حته ان انا قدامي البحر وصحراوي، كان لازم ان انا استغل البحر بتاعي ان انا ابقى عامل منفذ ليا بحيث ان انا لما يبقى عندي يخوت دوليه جايه داخله البلد وكده وعاوز انشط السياحه بتاعتي، فكان لازم ان انا اعمل منفذ بحري بالاضافه ان انا اعمل مارينا تسع عدد من اليخوت. بنتكلم هنا ان عندي مارينا بتسع 224 يخت بممشى سياحي ب 670 متر طولي زي ما انت شايف حضرتك كده. ببدا ان انا اخش عن طريق المارينا بتاعت اليخوت، بخش على مبنى خدمي للمارينا بمسطح 2 فدان. انا بقدر اخش بعد كده بخش على مبنى جوازات، بقدم وثيقه التعارف بتاعتي. بعد ما بقدم وثيقه التعارف ببدا ان انا اتجول في المشروع، بيقابلني بعد كده مبنى للكافيهات والكافتريات بمسطح 7 فدان. بعد كده بخش على المبنى اللي بعده على طول بلاقي عندي مول تجاري، تمام، مول تجاري برضو بمسطح 7 فدان. بلاقي بعد كده ساحه احتفاليه كبيره بمجمع ورانا كل الكلام دوت زي يعني لو شاورت لحضرتك انا اهي دلوقتي انا هنا عند المارينا، بيقابلني بعد كده مبنى الخدمي ليها ده الاكوا بارك البحر. وبعد كده بلاقي شمالي على طول مدينه العاب مائيه اكوا بارك، تمام، يعتبر مركز ترفيهي بالنسبه لي هنا ان انا اقدر اقضي فيه يوم والكلام ده كله. بعد كده بخش على المبنى اللي هو الكافيهات والمحلات، بعد كده بخش على المول التجاري، بعد كده بخش على المجمع المطاعم بمسطح 47000 متر مسطح، في ساحه احتفاليه ب 11000 متر مسطح، في عندي في محلات عدد كبير قوي جدا، اقدر في عندي جراج تحت يسع 800 سياره. ببص على شمالي على طول بلاقي في مركز ترفيهي بصالات سينما، بصالات تزحلق على الجليد، بألعاب إلكترونية. بعد كده بخش على يميني بلاقي هايبر ماركت، تمام، دي كلها مباني عندي في المنطقة. واللي هناك ده مبنى الجوازات ده بقى لو بصينا على يميني كده على طول يمين الكاميرا هلاقي عندي ان ده الفندق الساحلي بمسطح 2.5 فدان من مسطح 30 فدان في المنطقة اللي هو بيشمل فيها اللي هي منطقة الفيلات والشاليهات. فندق الساحلي دوت بيطل مباشرة على البحر، في حمام سباحة تابع ليه، في حمام سباحة ايضا تابع للشاليهات والفيلات. فاذا انا لميت المنتجع السياحي بتاعي، تمام، بكل حاجاته. بعد كده بطلع فوق انا بلاقي بقى عندي تلفريك اللي يوديني على الجبل فوق 4.5 كيلو رحلة بتستغرق ربع ساعة بتسع عربيات. فاذا انا عندي دلوقتي بقى منتجع سياحي ضخم ولما الفكرة بتاعته في كل التنوع المطلوب، في كل التنوع، وانا بوازي فكرة تانية. انا عندي دلوقتي شرم والغردقة، انا دلوقتي بفكر ان انا عاوز اجيب حاجة قريبة من البلد، تمام، اقدر خلال ساعة ونص اكون هنا، تمام، من القاهرة. فبقى بالنسبة لي منتجع سياحي قريب من القاهرة وفي نفس الوقت هو وفي نفس الوقت تعمير منطقة كانت طول الوقت مجهولة ومنزلية بالظبط. وبقى في فرايتي عندي، بقى عندي غردقة شرم، بقى عندي العين السخنة، بقيت قدرت ان انا اشغل القرى السياحية اللي حواليا، تمام تمام. فده دلوقتي بالنسبه لي ايه، انا تنوعت في حاجات كتير. طيب انا بشكر حضرتك جدا مهندس احمد مهران على المعلومات دي وعلى جهدكم، وان شاء الله يا رب نيجي نحتفل معاكم بالافتتاح قريب. وخلينا بقى نروح نكمل تاني نشوف مواصفات المارينا دي ونوعيه اليخوت وحجم الاعمال اللي بيتم هنا مع واحد من العاملين في هذا المشروع اللي بيشتغلوا صبح وليل من غير اجازات زي ما حضراتكم عارفين. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا. احنا دلوقتي عند نقطة البداية بتاعة المنفذ البحري لمنتجع الجلالة، المارينا اللي اتعملت عشان تستقبل اليخوت الدولية وحتى اليخوت العادية، لكن هنتكلم بشكل اساسي على اليخوت الدولية علشان نكمل منظومة المنتجع السياحي المتكامل، نفهم اكتر المارينا دي ظروفها ايه هندسيا وانشائيا وهتستقبل عدد قد ايه من اليخوت واهميتها ايه بالنسبة لهذا المنتجع. من المهندس مكرم قديس وهو مدير المشروعات في هذه المنطقة في مشروع الجلالة. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا وسهلا بك. منور. الله يخليك. وبالتوفيق ويا رب مجهود عالي جدا. احنا بنتكلم على سنتين وخلاص وصلنا لكل الإنجاز اللي موجود. اللهم آمين يا رب كده إن شاء الله، يعني المشروع ينتهي على خير كده ويطلع في أجمل صورة. زي مصدق حد مصدق حضرتك يعني حجم الإنجاز اللي حصل في السنتين دول؟ احنا بنتكلم في سنتين تقريبا بالظبط. لا بصراحة بالمقياس العادي شيء ما يصدقش. لكن هو فعلا شغل 24 ساعة متصل ورادي، نظام الورادي، متابعة منقرش يومية،
متابعة كل ساعة من الهيئة الهندسية وخاصة سيادة اللواء كامل الوزير، متابعة ساعة بساعة. فعشان كده يعني فعلا حجم الأعمال اللي تمت فعلا ما تصدقش بالظروف. ايه اهميه بقى المارينا وحجم الانشاءات اللي فيها بالنسبه للمنتجع زي او بالنسبه لمشروع زي هضبه الجلال؟ المارينا معموله مارينا لليخوت العالميه، بحيث انه اليخوت تيجي من اي دوله من دول العالم تدخل داخل المارينا تعمل التراكي، يخرج السائح للمنتجع يتمتع بكل وسائل الخدمات الموجوده في المنتجع، فاتعملت المارينا لهذا السبب يعني. حجمها بقى وحجم الانشاءات، المارينا حضرتك مسطحها 100,000 متر مسطح، تبدا بغطس 6 متر وبعد كده تتدرج الغطس 4 متر وبعد كده غطس 2.5. ده للحفارات اللي قدامنا شغاله فيها حضرتك. الحفارات الموجوده حاليا عشان تخلي الغطس حاليا بتعمق العمق الميه بحيث نوصل للمنسوب ناقص 6 او ناقص 4.5. متوقع يبقى بتستضيف كم يخت هذه المارينا؟ حضرتك هي متوقع عليها 224 يخت، بس قابلة للزيادة عشان هنضيف، هي تنقسم جزئين، في أرصفة ثابتة من البريكاست بلوك الخرسانة، بالإضافة إلى عندي 100 يونت أرصفة عايمة. أرصفة عايمة فأقدر أزود العدد أوصل ل 400. بالظبط كده، بالظبط كده، فممكن نوصل ل 400 يخت. طب إحنا شغالين هنا كم واحد؟ كم عامل شغال في المكان؟ حضرتك العمالة هنا تنقسم عمالة عادية حوالي 150 عامل، عمالة فنية مهندسين او فنيين او غطاسين تحت الميه، اعمال تحت الميه كلها هي بتعتمد بصفه اساسيه على اعمال تحت الميه، تقريبا نقول كمان 50 يعني تقريبا 200 عامل حجم العماله، غير العماله العاديه اللي هي سواقين معدات وهكذا. هل يوجد على ساحل البحر الاحمر او خليج السويس اي مارينا بهذا الحجم؟ لا، موجوده مارينا في وادي الدوم بس مارينا صغيره جدا، بتاخد يخوت 10 متر طول، مارينا صغيره جدا، اما هنا اليخوت اللي بتدخلها لحد 40 متر طول. يعني انت هنا النهارده دخلت عدد اكبر واحجام وانواع من اليخوت مختلفه. بالظبط كده يا فندم. بالاضافه حضرتك انه اتحمت المارينا باثنين حاجز امواج، حاجز امواج الرئيسي اللي احنا واقفين عليه ده طوله 670 متر، عرضه حوالي 12 متر. في حاجز ثاني اتعمل اضافي في المدخل بطول 350 متر، واستغلنا المنطقه اللي ما بين الحاجزين ان عملنا فيها مباني الكافيهات والكافتريات. متوقع تخلصوا امتى يا فندم؟ بنخلص في 30/10 باذن ربنا. يعني 30/10 السنه دي 2017 ان شاء الله باذن اكون مارينا خلصانه باذن الله باذن ربنا ان شاء الله. انا بشكرك جدا مهندس بكرم على يعني الطاقه الايجابيه اللي حضرتك اديتها لنا. شكرا يا فندم على تحت امرك. زي ما احنا شايفين يعني احنا هنا بنسابق الزمن، بنشتغل ليل ونهار علشان نوصل لهذا الانجاز الموجود قدامنا، انه تبقى هضبة الجلالة كلها او مشروع الجلالة كله كأنه بوابة بحرية لمصر تقدر تستخدمها سياحيا وصناعيا وكمان تعليميا، ممثلة في مشروع جامعة الملك عبد الله اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم. هنسيب بقى المارينا ونطلع لفوق نشوف الكورنيش الجبلي والفندق الجبلي ونشوف باقي اقسام مشروع منتجع الجلالة. احنا طلعنا فوق مستوى البحر شويه، تقريبا طلعنا في الجبل شويه 54 متر فوق سطح البحر علشان نشوف عنصر تاني من عناصر مشروع الجلاله. احنا كنا تحت فيه عند الفندق الساحلي او المنطقه الساحليه اللي اتكلمنا عنها من شويه، دلوقتي احنا طلعنا فوق الجبل شويه 54 متر فوق سطح البحر عشان نشوف الفندق الجبلي والمنطقه بتاعت الكورنيش الجبلي زي ما بيقولوا، او المنطقه بتاعت الكورنيش اللي فوق 54 متر فوق سطح البحر. ايه العنصر الثاني وايه هو الفندق الجبلي؟ ده اللي اعرفه من مهندس وائل ابراهيم وهو مدير المشروع الاستشاري للفندق الجبلي. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. ايه بقى حكايه الفندق الجبلي اللي في جلاله؟ والله احنا عندنا لما تم تكلفنا بتصميم فندق على هضبه الجلاله الفندق الجبلي، احنا كان الفكره من المشروع احنا ما عندناش النوعيه دي من الفنادق الجبليه في مصر منتشره كتيره، وما عندناش النوعيه دي من الاستثمار على سلسله جبال البحر الاحمر برضو نوعيه مش ما كانتش منتشره في بلدنا كتير. تمام. احنا عملنا الفندق الجبلي، استغلنا الطبيعه الجبليه بتاعه الفندق اللي هي بتاعه الجبل نفسه. الاصلي وطوعناها ونسبناها بمناسيب اقدر اوصل لها واتنقل من خلالها ومن بعضها عن طريق طرق وشبكه طرق داخليه، وعملنا الفندق بتاعنا فندق مكون من 300 غرفة على مسطحات مباني حوالي 70,000 متر مسطح. الفندق على منسوب 54 زي ما حضرتك قلت،
طبعا هو فندق من فئه الفنادق الخمس نجوم. ايه المميزات اللي هتبقى فيه؟ يعني بقول للناس الفندق الجبلي ايه المميزات اللي هتبقى فيه؟ طبعا الطبيعه الجبليه بتاعته، هو فوق منسوب سطح البحر ب 54 درجه، ودي بتديله بتخلي درجه الحراره اهدى كتير من لما يكون على قريب منسوب قريب من سطح البحر. كمان الميزه فيه ان هو كل الغرف زي ما حضرتك شايف كلها شايف البحر مباشر. يعني انا قاعد على السرير في عندك كم غرفه في الفندق ده؟ عندي 300 غرفه. طبعا ملحق بالفندق هنا برضو في قاعه مؤتمرات واحتفالات على مسطح حوالي 3000 متر. الفندق برضو ملحق بمجموعه من الفيلات والتوينات هاوس والشاليهات، عندنا 26. نسبه الانجاز في المشروع ده قد ايه؟ نسبه الخرسانات تعدت 80% ممكن 85%. واحنا شغالين برضو تشطيبات بارلل مع الخرسانات، ممكن برضو نكون وصلنا لمرحله متقدمه في التشطيبات. بداتوا امتى تشتغلوا في المشروع بتاع فندق الجبلي؟ احنا بدانا من فتره قريبه مش بعيده، ممكن تتجاوز 6 شهور. يعني 6 شهور وصلتوا 85% خرسانات خلاص. بالظبط. طيب المشروع كله بقى بتاع الجلاله انت شايفه ازاي؟ مشروع الجلاله هو مشروع يعني انتوا كنتوا تحت وكلمتوا اكيد عن الشغل وطبيعه الشغل وطبيعه الجبل القاسيه وكده، في نوعيه جديده يعني ممكن نتكلم عنها برضو. انا عايز اقول ان الاستثمار هنا في منطقه السخنه ما كانش موجود من سنه او سنتين فاتوا. مجرد ما ابتدى المنتجع يتنشئ وابتدى يبان العناصر بتاعته، المنتجع بتاعنا على مسطح حوالي 500 فدان. لما ابتدى يظهر ابتدت شركات كتيره وحسينا طبعا بيها. احنا بنأجر هنا وبنسكن هنا وبنعيش هنا، وكنا اول ما جينا كان السكن موجود ومتوفر، دلوقتي ما بقاش في سكن اصلا لان كل الناس بدأ يشتغل. كل الناس بتيجي تشتغل بالظبط كده. انا عندي قبلية وبعدية منتجعات كتيرة جدا ابتدت تشتغل وابتدت اعلاناتها حتى تطلع في التلفزيونات والناس تشوفها. المنطقة عندها استعداد تستقبل مستثمرين بطريقة رهيبة جدا. انا عندي الفندقين، بس الفندق الساحلي والفندق الجبلي، كل فندق فيهم حوالي 300 غرفة. يعني مشروع الجلالة كله بكل تفاصيله، سواء الفندق الساحلي والمنطقة بتاعة الشاليهات اللي تحت، سواء فكرة المنتجع الساحلي أو المنتجع الجبلي، مع المصانع مع الجامعة مع المدينة اللي فوق. أنت تتكلم في النهاية كأنها تدشين للاستثمار في منطقة العين السخنة كلها. بالظبط، فتح باب جديد للاستثمار وتوفير فرص عمل ضخمة مش قليلة، وهتشجع مستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين إن هم يجوا يستثمروا في المنطقة. ومنطقة سلسلة جبال البحر الأحمر منطقه خصبه. طيب من مايو 2015 لما تم الاعلان عن مشروع الجلاله، واحنا بنتاخد عننا فكره كمصريين وكشركات مصريه ان احنا ما بنسلمش في ميعادنا، تنفيذنا بطيء، لكن طول وقت المشروع تحديدا بيحظى باهتمام السيد الرئيس بشكل خاص يعني، وطول الوقت بيتكلم فيه على سرعه الانجاز. تحس ان ده ضغط عليك ولا شايف انه ده نوع جديد من الشغل اللي كنت بتشتغله قبل كده؟ لا، في طبعا ضغط، وفي طبعا طول الوقت تطوير الخطه الزمنيه وتعديل وضغط مدد. والعمل هنا طبعا ممكن يتواصل 24 ساعه. انت شغال عندك كم عامل هنا؟ احنا شغال عندنا هنا في الموقع ممكن يعدي ال 3-4000 عامل في الفندق. مع كم شركه؟ مع اكتر من 4 شركات او 5 شركات، وبالمناسبه هم كلهم شركات مصريه وكلهم ناس مدنيين. يعني ما فيش عدى عندنا برضو زي ما الناس متخيله. انا بقعد مع اصحابي متخيلين ان الضباط والعساكر بتوع الجيش هم اللي بيعملوا المشاريع دي. ده كلام مش حقيقي، احنا كلنا مدنيين، والجيش هنا يعتبر جهه اشرافيه فقط لا غير. دي نقطه مهمه جدا اللي انت اكدت لي عليها. طب تقول ايه بقى للمصريين عن مشروعك كله، وتقول على الناس طول الوقت بتشكك في فكره المشروعات اللي بنتكلم عنها، خصوصا المشروعات القوميه زي الجلاله وزي قناه السويس زي ده؟ اقول لهم ان احنا لو ما كانش عندنا المشروع ده وما كانش اتفكر فيه من اكتر من سنه، ولو ما كانش اتخذ فيه الخطوات دي ولو ما كانش اشتغل فيه، كان زمان عندنا النهارده ازمه ان انا ممكن في خلال سنه يبقى عندي اكتر من 18 ل 20 الف فرصه عمل متوفره في المكان ده. بس بالظبط لو ما كانش موجود كان زمان ال 18 ل 20 الف فرصه مش موجودين غير اللي هيجي حواليا. تمام، انا بشكرك جدا مهندس وائل ابراهيم، وزي ما حضراتكم شايفين المساله كلها في اجابات تتعلق بيه انك ازاي بتعيد اعمار مناطق كنا نظن ان الوصول اليها صعب في سواء استثماريا او حتى اقتصاديا او حتى سياحيا. جبل الجلاله مش بس مشروع بيطل على البحر او منتجع بيطل على البحر، هو مدينه متكامله بتدشن الاستثمار في منطقه كان صعب جدا الوصول اليها، ولسه مكملين رحلتنا. احنا دلوقتي فوق سطح البحر بقى 50 متر، بعد كده المفروض 700 متر هنلاقي مدينه الجلاله نفسها وهي على 17000 فدان، صح؟ 19000 فدان. 19000 فدان. كملين معاكم. اتفضل. We'll be right back.
من اعلى نقطه موجوده في مشروع هضبه الجلاله ككل. احنا موجودين دلوقتي موجودين تحديدا في النقطه الخاصه ب واحده من عناصر مشروع هضبه الجلاله اللي هو مدينه الجلاله بنفسها اللي احنا قلنا على 17,000 فدان. خلينا نفهم اكتر ايه حكايه او حدوده مدينه الجلاله وهتفيد بايه في المنطقه اللي احنا موجودين فيها وتاثيرها ايه في هذا المشروع ككل اللي هو مشروع هضبه الجلاله من المهندس احمد عبد العال وهو مدير المشروع الاستشاري للمنطقه بتاعت مدينه الجلاله يعني الراجل مسؤول عن 17,000 فدان. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه اللي بيميز بقى فكره مدينه الجلاله؟ هو مبدئيا خلينا نتكلم بس بصفه عامه عن مشروع هضبه الجلاله ككل. تمام. مشروع هضبه الجلاله ككل عباره عن ثلاث محاور. المحور الاولاني منها هو طريق هضبه الجلاله اللي هو الطريق اللي بيبدا من منطقه اسمها وادي حجول قبل دخله العين السخنه حوالي بكيلو بينتهي في الكيلو 10 طريق الزعفرانه بني سويف وبيرتبط بالطريق الساحلي القديم والمنتجع الساحلي اللي تحت عن طريق وصلتين. الوصله الاولانيه بنسميها وصله وادي ابو الدرج والوصله الثانيه بنسميها وصله وادي ملحه. وصله وادي ملحه دي اللي حضراتكم طلعتوا منها دلوقتي. ده المحور الاولاني بالنسبه لمشروع هضبه الجلاله. وده خلص منه بنسبه كام؟ لا خلاص ده احنا المفروض هيفتتح قريب خلال ايام يعني. تمام. فهو تقريبا خلاص خلص بنسبه 100% المفروض الافتتاح بتاعه خلال ايام يعني. وده اللي هيحل معاناه المصريين كلها مع الحته بتاعت العين السخنه بالنسبه للطريق اللي تحت والحوادث والعلاج والكلام ده كله بالظبط كده. احنا يعني احنا تحت الطريق اللي تحت هو فعلا احنا بنسميه طريق الموت. فده اولا هيحل حته الحوادث اللي تحت دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا كذا حاره ودي الحاجه الثانيه انه طريق سريع ومفتوح السرعه فيه يعني مش هتقل عن 120 فانت حضرتك يبقى كسبت عامل امان بالنسبه للطريق اللي تحت كحوادث وفي نفس الوقت عامل السرعه اللي بيوفر الوقت ومأمن نفسك ضد السيول ومأمن الطريق طبعاً ضد في كل التفاصيل في اعمال صناعيه تحت الطريق سواء كانت برابخ عباره عن مواسير او حاجه اسمها البوكس كالفرت او البربخ الصندوقي ده عباره عن منشا خرساني بياخد ميه السيول بيعديها تحت الطريق بتترمي في الوديان وبعد كده بتتجمع في ترعه كبيره جدا نبدا نستغلها في ري بقى الاراضي في ان احنا نفلتر الميه دي ونعيد استخدامها تاني. يبقى احنا اتكلمنا عن حاجتين دلوقتي من مشروع هضبه الجلاله عشان الناس متخيله احنا بنتكلم على قريه سياحيه. اتكلمنا عن طريق حلل بشكل كتير جدا. بالظبط. اتكلمنا عن استغلال مياه السيول. بالظبط كده. تمام. بالظبط كده. المحور الثاني من مشروع هضبه الجلاله في منتجع ساحلي تحت على البحر. المنتجع ده ما اعرفش حضرتك هو باين قدامنا ده بالظبط هو باين اهو. المنتجع ده المسطح بتاعه تقريبا 500 فدان. الناحيه الثانيه من الطريق قدامه في حاجه اسمها الفندق الجبلي واللورا كومباوند ده على ارتفاع من 50 ل 100 متر 54 متر من 50 ل 100 متر من سطح البحر اللي هو يعتبر سطح الطريق اللي تحت. عايز اقول حاجه بقى المحور الثالث اللي هي مدينة الجلالة اللي احنا فيها دلوقتي. احنا مبدئيا النقطة اللي احنا واقفين عليها دي بالظبط على ارتفاع 650 متر من سطح البحر. تمام. وفي بعض الأماكن بتوصل ل 900 متر من سطح البحر. مدينة الجلالة عالمية حضرتك اتكلمت وقلت ان المسطح بتاعها تقريبا 17,000 فدان. هو بس هو حضرتك هو المسطح 19,000 فدان وليس 17. المدينة 19,000 فدان احنا كمكتب استشاري احنا بنخططها على مراحل. فهي في ثلاث قطاعات. فاحنا القطاع الاولاني اللي احنا خططناه مساحته تقريبا 2050 فدان. ال 2050 فدان دول هيكون عليهم في زي قرى سياحية تسع قرى سياحية في مدينة تعليمية مسطحة تقريبا 176 فدان ودي اوريدي خلاص هيبقى عليها جامعة الملك عبد الله. في مدينة طبية زي مستشفى عالمي مسطحه تقريبا 34 فدان ونص 35 فدان ودي خلاص اوريدي المستشفيات يعني مش بس مدينه سكنيه زي ما كان لا 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 هي حضرتك هي مدينه سكنيه مدينه سياحيه مدينه استشفائيه. ده بالنسبه لمدينه الجلاله. المرحله الاولانيه زي ما قلت لحضرتك هي 2050 فدان فيها تسع قرى سياحيه. فيها المنطقه التعليميه اللي هيبقى عليها جامعه الملك عبد الله. فيها المدينه الطبيه اللي هي مسطحها 34 فدان ونص. فيها برضو شويه بعض المجاورات السكنيه كاسكان فاخر واسكان متوسط واسكان اجتماعي. تمام. بالاضافه هيكون فيها سكن للعاملين اللي هيتشغلوا بعد كده في اداره المدينه ككل. اللي احنا بنتكلم في المشروع كله اتكلمنا في 30,000 عامل تقريبا هتوفرها هيوفر فرص. هو حضرتك اوريدي دلوقتي مشروع هضبه الجلاله ككل حوالي في فرص عمل مش اقل من 55 80,000 عامل كمان. هم في 55 شركه فيهم حوالي من 80 ل 100,000 عامل. احنا بنتكلم في انا بقى. هنا بس انا هنا بس في مدينه الجلاله عندي 17 شركه. 17 شركه حجم العماله فيهم بيتراوح من 600 ل 800 عامل. فاحنا عندنا برضو رقم كبير
من العماله سواء بقى كانوا مهندسين. كل دي الشركات المدنيه. بالظبط. ما هو كل الشركات اللي شغاله هي الشركات المدنيه. الهيئه الهندسيه بتقوم بدور الاداره. اداره المشروع. وانما بالنسبه للشركات اللي بتنفذ سواء كانت شركات مقاولات او مكاتب استشاريه بتخطط وتصمم وتشرف على التنفيذ فشركات وطنيه 100%. كنت توقع حجم الانجاز ده يتم في السنتين اللي فاتوا؟ لا طبعا. من مايو 2015 لمايو 2017. لا هقول لحضرتك حاجه. انا واحد من الناس. انا حضرت بدايه الطريق هضبه الجلاله وهو بيشتغل. ومش عايز اقول لحضرتك كم المعاناه لان احنا كنا شغالين بالتوازي. احنا شغالين هنا فوق في الممشى السياحي بتاع مدينه الجلاله واداره المهندسين العسكريين شغاله في الطريق. فطبعا كان مسارنا ان احنا نوصل هنا في صعوبات كتير جدا. انا عن نفسي انا لما لقيت الطريق بدا يشتغل انا عناية دمعت. بدات تحس ان في انجاز. انا عناية دمعت. يعني انا عايز اقول لك انا بكيت وقلت من قلبي فعلا تحيا مصر. يعني أنا بشكرك جدا ومفيش ختام أحلى من كلمة تحيا مصر. الله يكرمك. من فوق قمة أعلى قمة في مشروع هضبة الجلالة كله وتحديدا في مدينة الجلالة كان معانا مهندس أحمد عبد العال وهو مدير المشروع الاستشاري لمنطقة مدينة الجلالة. ونكمل بقى مع حضراتكم الرحلة كلها ونوري لحضراتكم إنه من سنتين كانت هنا صحراء وجبل وبعد كده بدأ الإنجاز يبان على أرض الواقع نفسه عشان تعرف إنك قادر إنك لما توعد تنفذ إنك إدارة سياسية تقدر توعد الناس بحاجة بتنفذها في أقل كمان من المعدل المتوقع. أنا عايز أقول حاجة لو سمحت برضو. يعني اللي طلع ده نتاج تعاون جميع الأطراف. صحيح. سواء كانوا مقاولين من أصغر عامل لأكبر مهندس عندهم سواء كانت مكاتب استشارية وبأمانة على رأس الكل إدارة المهندسين العسكريين والهيئة الهندسية من بوادر التعاون اللي كانوا بيزوروها فعلا. احنا كانت اي مشكله بتقابلنا كانوا بيبقى في تصارع منهم ان هم يحلها لنا. زي ما قلت لحضرتك قبل كده كان المسار للمشروع هنا صعب جدا. فكنا اي حاجه بنطلبها. انت حفرت في الجبل. طبعا بالزبط. طبعا اي حاجه بنطلبها ان هم يسهلوا لنا مسار توريدات تشوينات ما كانوش بيتاخروا وبتتم فورا. يعني يا رب تتم على خير. دي شهاده حق كان لازم الواحد يقولها. يا رب تتم على خير. مكملين مع حضراتكم باقي مشروع هضبة الجلالة كله. لسه مكملين مع الباشمهندس احمد عبد العال عشان نتكلم كمان على الممشى اللي بدات بوادره تظهر وعلى الرخام اللي طالع من قلب هضبه الجلاله او جبل الجلاله. ايه حكايه بقى الرخام ده؟ هنتكلم الاول عن الممشى. لا كلمنا على الرخام. هو الرخام ده مبدئيا طالع من جبل الجلاله. حضرتك لو لاحظت احنا عندنا تشكيله متنوعه من انواع الرخام. يعني عندنا حاجه اسمها بريشيا وعندنا حاجه اسمها امبرادور وعندنا حاجه مهمه جدا حاجه اسمها الحجر الرملي. الحجر الرملي ده احنا في مصر هنا لما بنيجي نشتغل فيه اساسا احنا بنستورده من الهند. فاحنا لقينا عندنا جبال جوه جبل الجلاله فيها الحجر الرملي ده وحضرتك انت هتلاقي فيه دي عينه منه وفي عينات ورا ثانيه. وكان في تعليمات صريحه وواضحه من السيد رئيس الجمهوريه ان احنا الحاجات اللي بتطلع دي لازم ندرب الناس بتاعتنا بتاعه الرخام الناس اللي شغالين في مجال الرخام والحجر الرملي ان هم يطلعوا حاجه بكواليتي عاليه جدا بحيث بعد ما نكتفي بيها ذاتيا لما نبدا نصدر بره يبقى حاجه تليق بسمعه مصر ومكانه مصر. يعني ده البعد الاقتصادي كمان. بالظبط كده. انك انت بتستغل المشروع سياحيا واستثماريا وعلميا. بالظبط كده. ده خلاف كبال الكولينه والطفله ان تدخل في الطوب والاسمنت. ففي ابعاد اقتصاديه كتيره جدا للمشروع منهم الرخام منهم هتبقى مصانع الطوب عن طريق الطفله اللي احنا بنستخرجها او الاسمنت الفوسفاتي كمان. بالظبط كده حضرتك. واخد بقى حضرتك. فاحنا هنا دلوقتي زي ما بقول لحضرتك الانواع دي كلها طالعه من جبل الجلاله. معظم الحاجات او كل الحاجات اللي احنا مشطبين بيها الممشى دي طالعه من جبل الجلاله وبالتالي هتستخدموها في كل مباني الجايه. بالظبط. بالظبط حضرتك. ايه قصه الممشى بقى؟ الممشى احنا قدام خلاص الممشى خلصان. احنا دلوقتي الممشى ده عنصر اساسي من عناصر مدينه الجلاله العالميه. لما جت فكره مدينه الجلاله العالميه فلما بدانا نخطط فقلنا لازم الناس اللي في المدينه دي يبقى ليها زي متنفس او متنزه للمدينه. فبدات جت فكره الممشى السياحي. الممشى السياحي ده بتاعنا بيتكون من كذا حاجه. يعني مبدئيا في مسار للسيارات وطريق بطيء للسيارات عرضه تقريبا 8 متر وفي مسار للمشايات للمشاه وفي مسار للعجل. بالاضافه لكده في
يعني انواع مختلفه من الخدمات. يعني مبدئيا ورا حضرتك في مسجد، المسجد ده سعته تقريبا 500 مصلى بعد بقى حضرتك، وعباره عن دورين. يعني الدور الفوقاني مصلى رجالي، والدور التحتاني هيبقى مصلى سيدات، وفي نفس الوقت هيستخدم قاعه متعدده الاغراض. تمام بقى حضرتك. في كمان منافذ بيع اطعمه سريعه زي حضرتك المطعم ده، حاجات كده بسيطه يبقى مكان متكامل بالظبط. مطاعم كافيتريات والمطعم ده او منفذ بيع الوجبات السريعه ده بيبقى فيه في ظهره زي حمامات عامه بابليك تويلت، بحيث برضو كل مسافه معينه. مشكلتنا في مصر دايما في الحاجات البابليك قله الحمامات. صحيح. فاحنا برضو خدنا الكلام ده في اعتباراتنا واحنا بنخطط وبنصمم. فده حضرتك كل مسافه معينه هتلاقي فيه فود اوتليت زي ده، منفذ بيع اطعمه، وفي ظهره على طول فيه حمامات. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هيبقى عندنا مجموعه من المحلات. المحلات دي برضو هتبقى حاجه اقتصاديه واستثماريه، هيتباع فيها مختلف، هيبقى فيها مختلف الانشطه. يعني عاوز تقول لي ايه وتقول مصريين تاني عن الجلاله؟ والله الجلاله دي مشروع مصر الواعد. حضرتك ان شاء الله ان شاء الله، واحنا زي ما شايفين على الورق وعلى التخطيط، المشروع ده ان شاء الله هنجني ثماره قريبا ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا بشكرك جدا مهندس احمد ابو علي. الله يخليك. المسألة أكبر من مجرد نفق أو اتنين أو تلاتة أو حتى أربعة، والمسألة أكبر من مجرد إنك بتحفر بإيد مصرية، برضو أكبر من دي. المسألة أكبر حتى من فكرة التعمير. المسألة متعلقة بفكرة الإرادة، بفكرة إن الكل قال مش هتقدر وأديك قدرت، الكل يشكك إنك مش هتعمل وإنت عملت. المسألة كلها متعلقة بالمقاتل المصري، سواء كان على جبهة حرب أو على جبهة بنى. هو ده اللي نعرفه، هو ده اللي يعرفه المصريين. يحاربوا عشان يدافعوا عن أرضهم اللي هي سينا دي اللي ورانا، يا إما يعمروا ويبنوا علشان برضه يدافعوا عن أرضهم اللي هي سينا اللي ورانا. سنين كتير من وإحنا صغيرين كل جيل بيسلم الجيل التاني حلم، حلم واحد صغير قد كده، إمتى يبقى عندي رابط قوي ما بين سينا هذه الأرض المصرية وما بين الضفة الغربية اللي موجودة في مدن القناة، ومرورا بقى بالقاهرة وكله كله. امتى نربط هذا الجسد الواحد بمعابر وطرق وأنفاق تقدر تحقق لي نجاحات على ثلاث مستويات؟ حلم التنمية المستدامة والعمران في سيناء ازاي يتحقق من غير طرق؟ حلم السياحة وتنمية السياحة، ثم الحلم الأقوى أو القدرة الأكبر على أنك تظل قادراً على حماية هذا الوطن في ظرف ثانية واحدة. كتير كتير حلمنا وعملنا دراسات وأفكار، وناس كلمتنا وناس وعدتنا وناس قالت جايز وناس قالت يمكن، وناس بره كانت قاعدة بتضحك علينا بتقول مستحيل. انسوا، مفيش أنفاق ولا حاجات ولا كباري، هو كوبري واحد ونفق واحد وكفاية كده. عدوا سينا بالمعابر، عدوا القناة بالمعابر، لكن 15 أو 2015 مارس اللي فات اتخذ القرار. هي المسألة هنا أكبر من فكرة نفق وأكبر من أي حاجة في الدنيا، المسألة هنا في القرار والإرادة، ثم الفرد المصري اللي قدر في لحظة أن ياخد القرار. بدل ما أنا بحلم بنفق واحد يربط الضفة الغربية بالشرقية، أنا عندي أربعة. بدل ما عندي أنفاق ومعابر أو نفق ومعابر وعبارات الناس بتحاول تعدي عليها بالساعات، انتوا عارفين حضراتكم عشان تروح من الاسماعيليه للعريش او سينا او العوده في تريلات او عربيات نقل، عربيات نقل كانت بتقعد بالثلاث اربع ايام علشان تعدي.
عارفين العربيه الملاك العاديه اللي قد كده كانت بتقعد بالاربع ساعات تعدي، اربع ساعات علشان اوصل لحته من بلدي. النهارده الانفاق اللي موجوده سواء النافقين اللي موجودين في الاسماعيليه او اللي زيهم في بورسعيد وخلاص بنخلص فيهم بايد مصريه، يقدروا يخلوا رحله العبور 20 دقيقه ربع ساعه. عارفين ده معناه ايه اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وسياسيا وعسكريا؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى الكبير. عارفين حضراتكم انه نفق واحد من دول اللي موجودين ورانا اللي خلاص 1700 متر منهم خلصوا في سنتين في اكبر انجاز عمراني حصل الفتره الاخيره، عارفين يعملوا ايه؟ اللي يعدوه في شهر من عربيات وبضائع وتجاره ومعدات من اي نوع كان بيعديه في سنه. كوبري السلام، نفق الشهيد احمد حمدي، و17 معديه موجوده على طول قناه السويس. المساله زي ما قلت لحضراتكم مش مجرد نفق. مصر وعدت في مارس 2015 انها تبني الانفاق، وقتها شكك ناس كتير جدا في الموضوع، وناس كتير قالوا هنجيب شركات اجنبيه من بره وهنجيب وهندفع فلوس كتير. لكن النهارده واحنا في مارس 2017 بعد سنتين بس، في نفق منهم واخد 1700 متر ونفق التاني خلاص 1500 متر، وبقينا تحت القنال بايد مصريه وحفارات مصريه وشركات مصريه. مصر بتبني وبتحارب في خط واحد على قضيب واحد، والمقاتل بتاعها واحد مصري، سواء كان مجند على الجبهه في سيناء وسواء كان مهندس ولا عامل موجود هنا في في الاسماعيليه او في بورسعيد. المقاتل المصري واحد، هو مجند لخدمه هذا الوطن. حوالي 3000 عامل بيشتغلوا في الانفاق او النفقين، النفق الشمالي والنفق الجنوبي بتاع الاسماعيليه. حوالي 10 شركات مدنيه بتشتغل تحت اشراف القوات المسلحه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في منظومه وملحمه مصريه متكامله. النهارده جايين علشان نشوفها، والاول مره لاول مره هندخل بعربيه مع حضراتكم ما اكتمل من هذا النفق، ويا رب يكون خروجنا منه حين اكتماله هو خروج لمصر من نفق الضلمه والارتباك والشائعات والاحباط الى نفق النور والامل والبنى والعمران. احنا بنبني علشان نعمر، احنا بنبني علشان نروح لسينا، بنبني علشان نحارب الارهاب، واحنا بنحاربه بطريقتين، بالسلاح وبالبنى، علشان هو المقاتل واحد، المقاتل المصري. بنحلم بنحلم بنحلم، والحلم شيء مشروع زي ما احنا عارفين، بس عشان يتحول الحلم ده من مجرد خيال حلو وجميل لمستقبل افضل محتاجين اراده، محتاجين رجاله، ومحتاجين قرار. اجمل احساس في الدنيا انك تمشي ناحيه حلمك، بس في احساس اجمل منه احنا بنجربه دلوقتي حالا وهنخلي حضراتكم شركاء معانا فيه، انك تمشي ناحيه حلمك لما بقى واقع. احنا دلوقتي في الاسماعيليه بنشوف نموذج لواحد من المشروعات الضخمه والكبيره اللي بتقول رساله واحده بس، ان مصر تقدر، مصر تقدر تحلم وتنفذ احلامها. احنا دلوقتي في نموذج للانفاق او على باب النفق اللي بيربط ما بين مصر الجسد الام وما بين سينا، الحلم اللي طال من سنين طويله جدا بدا يبقى واقع قدامنا. بس قبل ما ندخل جوه ونشوف الحقيقه، خلونا الاول نعرف ايه وصلنا فيه في الحلم ده مع واحد من رجالة اللي شغالين على هذه الأرض في قلب هذه الصحراء، اللي ربما حضرتك تكون مشغول بأي خناقة على خبر صغير على فيسبوك أو غلطة أو معلومة من هنا أو من هنا، بينما هم ما بيعرفوش غير حاجة واحدة بس، الشغل علشان يحولوا حلم بلد بأكملها إلى حقيقة على أرض الواقع نقدر نكون فخورين بيها. أنا فخور جدا أن واقف قدام نفق الإسماعيلية اللي بيربط ما بين مصر وما بين أو الجسد الأم ما بين الدلتا ما بين الإسماعيلية ما بين مدن القناة وما بين سينا، مع المهندس محسن قطب مدير مشروع أنفاق الإسماعيلية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا فندم. أولا كل التحية طبعا جايبها لك وأنا جاي من قلب القاهرة من كل الناس اللي فخورة جدا انه حلم كنا بنحلم بيه على مدار 200 سنه 300 سنه فاتوا، ان يبقى عندنا ربط واضح وقوي وصريح ما بين سيناء وما بين باقي الاراضي المصريه، النهارده بيتحقق وما شاء الله بنشوفه قدامنا، وهنوري الناس كمان اللي بيحصل فيه. بس خلينا الاول نقول للناس احنا وصلنا لحد فين في الحلم ده.
هو طبعا انت حضرتك عارف ان المشروع هنا عبارة عن انشاء نفقين للسيارات، طول كل نفق فيهم 5.8 كيلومتر، وزي ما حضرتك تفضلت ان المشروع بيربط ما بين غرب القناة في الاسماعيلية وشرق القناة مدينة الاسماعيلية الجديدة، والربط على طريق الاوسط طريق عرضي رقم 1. طبعا احنا حضرتك احنا البداية بتاعتنا كانت في مارس 2015. احنا النهاردة بعد سنتين من المشروع تم انشاء مجموعة المداخل والمخارج. المدخل زي ما حضرتك شايف اللي احنا واقفين فيه دلوقتي تقريبا انتهى بنسبة 95%. المخرج بإذن الله هتتبهروا انه احنا من سنتين كنا بنتكلم ما فيش ولا حاجة، احنا دلوقتي قدامنا كيان بنيان كامل متكامل يعني. بالظبط زي ما حضرتك شايف تم طبعا البدء في حفر النفقين باستخدام ماكينتين حفر قطر المكنة 13 متر ماكينات حفر عملاقة تم استيرادها من ألمانيا خصيصا لحفر الأنفاق دي. الماكينات دي لأول مرة تبقى الماكينات مملوكة لمصر، يعني كل الشغل اللي كان بيتعمل قبل كده بماكينات حفر في سواء في مترو أنفاق القاهرة أو نفق الأزهر كانت ماكينات تمتلكها شركات أجنبية دلوقتي بتاعتنا عاملة. النهاردة الماكينات الحفر اللي بتشتغل هنا سواء مكانتين اللي موجودين في الإسماعيلية في شمال الإسماعيلية أو حتى المكانتين اللي هم بيتم استخدامهم حاليا في حفر أنفاق جنوب بورسعيد هم مملوكتين، الأربع ماكينات مملوكة لمصر. وشغلنا على مدار السنتين اللي فاتوا مع المكانتين دول كاننا بنقول للعالم ان احنا دخلنا مجال جديد جدا، هو مجال الانفاق احنا كنا بعاد عنه تماما قبل كده. هو ده الفرق ما بين المرحله اللي فاتت والمرحله اللي احنا ابتديناها من سنتين، ان انت اصبحت الماكينات مملوكه في مصر، شركات مصريه هي اللي بتنفذ الاعمال، مهندسين مصريين وعمال مصريين، مهندسين ومصريين وعمال مصريين، بيتم الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية القليلة جدا اللي هي لا تمثل نسبة تذكر، يعني بنتكلم في 2% من إجمالي العمالة. طبعا الموضوع كان قبل كده مختلف تماما، صحيح كانت الشركات الأجنبية هي اللي بتيجي وهي اللي بتشغل المصريين من خلالها، أصبح الموضوع النهاردة لا، شركات مصرية عمالة مصرية، المصانع كلها اللي بتخدم علينا ومقاولي الباطن والموردين كل ده بيتم بأيدي مصرية عشان في الآخر نحقق الحلم الكبير ان احنا. طيب في نفقين الإسماعيلية احنا كم عامل هنا موجودين؟ هو إجمالي العمالة اللي بتشتغل في أنفاق الإسماعيلية في الحد الأقصى بتاعهم اللي هو موجود حاليا حوالي 2500 عامل. طبعا جاب التدريج، يعني احنا ما بدأناش من سنتين ب 2500، كان حصل تدرج، في الاول كانت العماله قليله بعد كده تبتدي تزيد، وصلت دلوقتي للحد الاقصى بتاعها، وبعد كده باذن الله بتقدم الاعمال هتبتدي تقل في نهايه المشروع هيبقى العدد اقل من كده. طيب اللي احنا نفرح بيه هنا ان احنا كان عندنا حلمين، الحلم الاولاني ان احنا نربط شرق القناه بغرب القناه وده خلاص بدا يتحقق مع المدبان، والحلم الثاني اللي برضو الناس لازم تفهمه شويه انه احنا دخلنا مجال جديد كان بعيد عننا تماما، مجال حفر الانفاق. بالظبط كده، هو ده يعني انا بعتبر الانجاز الحقيقي مش بس ان احنا نربط شرق وغرب القناه ببعض، لا الانجاز ان انت كشركات مصريه تعمل الكلام ده بنفسك، خبره جديده كانتش موجوده عندنا، تمتلك الادوات والنو هاو واليد العامله وكل حاجه في الدنيا. انت حضرتك لو دخلت النهارده وهتدخل وهتتكلم مع العماله هتلاقي في نسبه كبيره منهم ما كانتش هي دي الشغله بتاعتها قبل كده، كانوا بيشتغلوا في حاجات تانية. يعني انت بتبني نفق وبتبني بني ادم برضو في نفس الوقت. بالظبط، بتكسب العاملين اللي موجودين حرفه ما كانتش موجوده عندهم قبل كده، وده انجاز يعني ما يقلش عن انجاز ربط شرق بغرب القناه. طيب ولانه المقاتل مصري زي ما بنقول ايا كان مكانه ايا كان وجوده، فاذا كان القرار بانشاء هذه الانفاق كان قرار سيادي ورئاسي ثم التنفيذ والاشراف تحت اشراف قواتنا المسلحه ثم الايد العامله والشركات اللي شغاله مدنيه، فكلهم نقدر نحطهم تحت بند واحد بس اسمه المقاتل المصري، بيقاتل لانجاز مشروع مهم، يقاتل لإخبار العالم بأنه قادر إن هو ينجز هذا المشروع المهم بإيده بخبراته وبأدواته. تعالوا دلوقتي بقى نروح نشوف إزاي الحلم اللي كان من سنتين بعض الناس بتشكك فيه وبتشكك في حدوثه، وبعض الناس كتبت دراسات وقال لك ما ينفعش ومش عارف إيه، تعالوا نرد عليهم بشكل عملي ونتفاجئ أنا وحضراتكم
ازاي الحلم يبقى حقيقه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان المشي ناحيه حلمك وهو جزء منه على ارض الواقع بجد اجمل بكتير جدا من حتى الخيال نفسه. اتفضل يا فندم. شكرا. مش بسهوله كده، مش هدخلك النفق بسهوله، على قد الحلم لازم نروح سنه سنه عشان نعرف المشروع بيتم ازاي وازاي بنعمل النفق الاسماعيليه او الانفاق اللي بتربط ما بين شرق القناه وغرب القناه. طبعا هتسمعوا بعض الاصوات والناس وهي بتشتغل عشان انتوا عارفين الناس هنا ما بتنامش، فمش هنوقف التصوير علشان مش هنوقف الشغل عشان نصور. فاذا كان هم مش بيوقفوا الشغل عشان يناموا فاكيد من باب ادعى ومن الذوق بتاعنا ان احنا ما نوقفش الشغل علشان نصور. وربما يكون ليه من اسمه نصيب حاجه تدعو للتفاؤل كده انه يكون المسؤول عن الاعمال المدنيه في هذا المشروع يحمل اسم الزعيم المصري الخالد الزعيم سعد زغلول، مهندس سعد زغلول مسؤول عن الاعمال المدنيه في نفق الاسماعيليه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. مره ثانيه هرجع لنفس الكونسبت او نفس الموضوع او نفس الخط اللي احنا مشينا عليه. الحلم اللي اتحول الى حقيقه بعد تشكيك من سنتين، اول ما اتقال هنعمل اربع انفاق تربط ما بين شرق القناه وغرب القناه واخيرا مصر سيناء هترتبط بشكل قوي جدا بجسد الام المصريه، كان كل الناس تقول لك ده وهم. النهارده احنا خلاص مش وهم، زي ما حضراتكم شايفين احنا يعني بنشوقكم شويه، احنا قدام الجسم او المدخل بتاع النفق الشمالي علشان تعرفوا انه الحلم بقى حقيقه. لكن ايه هي الاعمال المدنيه في نفق الاسماعيليه؟ اولا احنا حلم اصلا كان لينا ان احنا نعدي الناحيه الثانيه لسيناء. احنا عدينا طبعا زي ما حضرتك عارف بالحرب، دلوقتي احنا بنعدي بالتنميه، فهو شرف لاي واحد هنا ان هو شغال في المشروع ده. فانا الحمد لله مسؤول عن الاعمال المدنيه للمشروع. الاعمال المدنيه للمشروع هي اول حاجه بدانا بيها المشروع واخر حاجه بننهي بيها المشروع. الاعمال المدنيه بتنقسم لكذا جزء، اول حاجه فيهم مدخل النفق ومخرج النفق. مدخل النفق بحوالي 600 متر طولي للنفقين، عباره عن حوائط لوحيه وحقن للتربه عشان نخلي منسوب الارض من صفر لناقص 20 اللي هو دول خلصوا خلاص اللي ده خلصوا فعلا. وتجهيز الموقع لاستقبال مكنه الانفاق، وفعلا استقبلنا مكنه الانفاق بنجاح الحمد لله، وجمعنا مكنه الانفاق في وقت قياسي بشهاده الجميع الحمد لله. مكنه الانفاق زي ما حضرتك عارف حاجه ضخمه جدا، صحيح. حوالي 4000 طن وطالع حوالي 100 متر، حاجه ضخمه جدا يعني. فالحمد لله خلصت في وقت قياسي وبدانا شغل الحمد لله. مستوى الشغل احنا ماشيين بيه ده زمنيا وهندسيا مش مسبوق يعني، وبره نطاق العقل اصلا والحسابات. هو حضرتك المشروع ده في اي بلد في العالم جبنا احصائيات للانفاق المماثله لا يقل عن 6 سنين باي حال من الاحوال. طبعا احنا عشان احنا متاخرين اصلا في التنميه وفي كل حاجه، فكان لازم نضغط الوقت، فالوقت اتضغط بدل 6 سنين فالمفروض بيقل الوقت كتير ان شاء الله يعني. واحنا شغالين دلوقتي بعد سنتين بس بقى عندنا حاجه نقدر عندنا نتفخر بيها. جزء كبير جدا خلص الحمد لله بمعدلات غير مسبوقه. طيب الجزء الثاني من الاعمال اللي هو بتاع التانل وجسم النفق نفسه ده الجزء ده خاص بمكنه التي بي ام اللي هي بتنفذ النفق. احنا مسؤوليتنا في القسم بتاعنا الاعمال المدنيه اللي هو المدخل والمخرج واعمال بيارات التهويه والصيانه. احنا في 4 بيارات تهويه كبار جدا صيانه اصلا هيتحولوا لبيارات تهويه. ده عمقهم حوالي 70 متر او 73 متر وقطرهم حوالي 30 متر. فحاجه ضخمه جدا برضو غير مسبوقه ما اتعملتش في مصر قبل كده. دي بتحل المشكله بتاعه التهويه والخلل بتاع طول النفق حوالي 5 كيلو فمحتاج بيارات تهويه. فده معمول برضو على احدث نظام في العالم، فيعني كل الكلام ده محطوط فيه. طيب بالاضافه الى كده برضو في ممرات هروب او ممرات هروب في بين النفقين، حضرتك عارف نفقين السيارات ما بينهم ممرات هروب كل 500 متر للطوارئ وللهروب لاي حاجه لا قدر الله يعني. اللي هي حاجات ما كناش بنسمع عنها في اي اعمال مصريه بتحصل قبل كده يعني. حاجه على مستوى العالم. النفقين دولت هيبقوا من احدث الانفاق على مستوى العالم. يعني لا يقارنوا بنفق احمد حمدي، لا يقارنوا حتى بالمترو، ما احترمنا المترو ده اكبر طبعا من المترو بكتير. النفق هنا اكبر من مترو ضخامه وصعوبه. طيب على مدار سنتين يا فندم لما جيتوا هنا احسف يعني اوصف لي احساسك اول يوم بدات شغل هنا. انا حاكم كان من اول الناس اللي جت المشروع ده. انا جيت هنا دي كانت عباره عن صحراء، ما كانش في اي حاجه خالص. ما كناش لاقيين حتى ميه ولا كرسي ولا اي حاجه. ايوه كنت مصدق ان احنا سنتين هنا بقى كده ولا كنت عامل زي سعد زغلول زمان مفيش فايده؟ انا اول ما قالوا لي قلت الكلام ده اتقال من زمان كتير ان احنا هنعمل انفاق ومفيش حاجه بتتعمل. الكلام ده بقى له 10 سنين ولا 20 سنه بيقولوا ان احنا هنعمل انفاق
تعدي قناة السويس. وده كان حاجة تقريبا يعني ايه كله كلام خيال خيال. انما دلوقتي بين على الارض الواقع حاجة بتتحقق فعلا والحمد لله المصريين اللي بيحققوها. فاكر اول يوم؟ ودي ميزة على فكرة يعني. بالظبط. فاكر اول يوم يا فندم؟ طبعا. احساسك كان عامل ازاي بقى وانت داخل هنا؟ انا اول ما جيت هنا حاجة صحراء كاملة مفيش اي حد خالص، فانا قعدت اتخيل هل المنظر الصحراء ده في يوم من الايام هتعدي فيه عربيات وتعدي فيه الناس وننقل التنميه كلها الناحيه الثانيه. طبعا ده كان بالنسبه لنا حلم كبير يعني. فده خلانا يعني. هل في قصص معينه تفتكرها على مدار السنتين من عمال حكاياتكم مع بعض حوادثكم انتوا بقالكم سنتين عايشين مع بعض في قلب الصحراء؟ طبعا الموضوع طبعا في البدايه كان صعب جدا. البدايه كان صحراء والموضوع كان صعب جدا، فطبعا الوقت مضغوط اضطرينا نشتغل 24 ساعه ورديات. مفيش اعياد تقريبا يعني كنا بنعيد هنا، مفيش ايام جمعه كل ايام الجمعه شغالين. فالموضوع كان في منتهى الصعوبه، بس الناس كان كل ده في حب. بالاضافه ان كل القرون الناس اللي شغاله هنا من جميع تقريبا محافظات الجمهوريه. فحصل تقالب بين الناس وبعضها، يعني حاجه تلاقي الصعيدي والمنوفي اللي مش عارف من الاسماعيليه من اسكندريه، كل الكلام ده اتجمع هنا بقت في حته حاجه واحده وطاقه واحده عايزين يحققوا حلم ان هم يعدوا الناحيه الثانيه. طيب واذا كان قيل على لسان سعد زغلول قديما مفيش فايده، فيقال دلوقتي على لسان المهندس سعد زغلول قدام مدخل النفق اهوت بعد سنتين انه في فايده ونص وثلاث ارباع، لانه مصر قادره ورجاله مصر قادرين. وجهز نفسك بقى، جهز نفسك جدا عشان احنا داخلين دلوقتي جوه النفق عشان نرد على كل الناس اللي شككت من سنتين انه لا بنقدر نحلم ونقدر نخلي احلامنا حقيقه بايد رجالتنا وبايد ولادنا وبايد المقاتل المصري سواء كان على الجبهة أو حتى على جبهة التعمير، جبهة الحرب أو جبهة التعمير. جهز نفسك، داخلين لحلم مصري على مدار 30-40 سنة فاتوا الآن تحول إلى حقيقة باعتراف العالم كله بإنجاز غير مسبوق في الأداء وفي الدقة. والمهم والأهم من أي حاجة في الدنيا إنه بإيد مصرية. جهز لحضرتك كده ورقة وقلم علشان نكتب مع بعض كل الناس اللي شككت في موضوع أنفاق قناة السويس. مارس 2015 كان في مجموعة من الناس برا وجوه البلد شككوا إن هيبقى فيه أنفاق من أصله. النهاردة إحنا موجودين مع حضراتكم أهو جوه النفق اللي ماشي دلوقتي 1500 كيلو 1700 كيلو تقريبا، خلاص دخل تحت قناة السويس علشان نرد على كل الناس دي ونقول لهم انه الحلم ده بقى حقيقة. انا بعتذر لحضراتكم شوية عن الصوت، بس زي ما قلت لحضراتكم انه ما ينفعش خالص ناس تقول لنا احنا ما بننامش عشان نشتغل نقول لهم بطلوا شغل عشان نصور. انا موجود معايا دلوقتي اتنين من الشباب المصريين اللي بيشتغلوا في هذا المشروع اللي بيأكد انه كل الامور ماشية هنا بالخبرة المصرية وبإيد المصرية. ويبسطني قوي ان انا الاقيهم شباب صغارين في السن، كأن الجيل ده بيقدم اوراق اعتماده زي ما بيقولوا. معايا الباشمهندس محمد قلش والباشمهندس احمد زاهر والاثنين من اداره التخطيط في مشروع انفاق الاسماعيليه او انفاق قناه السويس. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك. انا هسالكم اول حاجه خالص عن اول يوم. اول يوم جيتوا في المشروع ده كنتوا مصدقين ان هيبقى في حاجه كده وبالسرعه دي؟ احنا اول ما ابتدينا كان في مارس 2015 كان عندنا تصور طبعا بضخامه المشروع كونه مشروع انفاق، والمشاريع الانفاق المشاريع الضخمه دي ما كانتش بتقام بالكم الكبير في مصر، وكان كمان الحكر كان مقتصر على الشركات الاجنبيه في صناعه الانفاق. تمام. فلما كان التعاون تم في المشروع دوت بين شركتين مصريتين، تحالف بينهم شركه كونكورد وبتروجيت، فكان عندنا التحدي ان احنا نقوم بالمشروع الضخم ده. وفعلا مع بدايه الشغل وبدايه تنفيذنا قارنا وشفنا المجهود اللي احنا عملناه مقارنه بمثيل للقناه، مثيل للانفاق، مشروعات في بلاد تانية، مشروعات في بلاد تانية مثيله في الطول وفي القطر، لقينا وبدون مبالغه احنا فوقنا عليهم في امور كتيره جدا. اولها موضوع ان مثيل لانفاق زي كأنفاق إسماعيلية بيتم التخطيط ليها ورقيا وإدارة اللوح مجرد من 3 إلى 4 سنين، وده رقم مش زمن مش مبالغ فيه.
وبعد كده يتم بعديها ثلاث او اربع سنين مثيله ليها في التنفيذ، فمجموع مثيل لهذا النفق بياخد من 6 الى 7 سنين. لكن احنا ما شاء الله تقريبا في يعني في سنتين دخلنا تلت الانجاز نفسه. احنا في المشروع عندنا لما ابتدينا مرحلة التخطيط للمشروع دون، الحقيقة كان البرنامج الزمني بتاعنا برنامج فاست تراكنج، برنامج مضغوط. عملنا البرنامج ان احنا نشتغل في كل الانشطة او كل المراحل بالتوازي، مرحلة التخطيط الورقي واعداد المستندات مع اعمال التصميم والتوريد مع اعمال التنفيذ. ضغطنا يعني البرنامج الزمني عن المشروعات المماثلة ليه في القطر والطول زي ما قال المهندس محمد مش اقل من سنتين في الفترة الاجمالية، والحمد لله ماشيين بمعدلات. طبعا في الاول كنا مش مصدقين ان احنا هنقدر نحقق ده، بمرور الوقت ووصول المكن وتجميعه وبدايه الحفر والمعدلات الحمد لله اللي عملناها اثناء الحفر فعلا اتاكدنا، وبشهاده الخبر اللي كانوا موجودين معانا الاجانب اللي برضو ما كانوش مصدقين ان احنا هنقدر نعمل ده، الحمد لله حققناه. ولحد دلوقتي احنا ماشيين على البرنامج بتاعنا الحمد لله بدون تاخير وربنا يقدرنا. احنا واقفين دلوقتي عشان نقول للناس في جسم النفق من جوه قطر اللي احنا واقفين ده قد ايه؟ قطر المكنة 13 متر والقطر الداخلي للنفق ده حوالي 11 متر 40. طيب بطول كام بقى احنا؟ حضرتك بتتكلم في طول حفر داخلي النفق حوالي 4 كيلو و800. وبعد كده في الحفر المكشوف في المدخل والمخرج للنفق. الحفر المكشوف ده اللي حضرتك شفتوه في الاول خالص المشروع، لكن احنا النهارده واقفين في النفق الجنوبي صح؟ الجزء ده النفق الشمالي. احنا واقفين في النفق الشمالي دلوقتي، احنا واصلين لحد 1500 كيلو جوه. 1500 متر من اجمالي. 1500 متر انا اسف. ايوه يا فندم. مرحله الحفر النفقي زي ما المهندس محمد قال هي 4 كيلو 800، احنا عملنا منهم في النفق الشمالي حوالي كيلو 500 وفي النفق الجنوبي حوالي كيلو 700. النفق القطر الداخلي 11 متر 40، عباره عن حلقه خرسانيه مكونه زي ما احنا شايفين من 9 قطع، بيتم تركيبهم بطريقه معينه وبترتيب معين عشان يكونوا جسم الخرساني للنفق من طيب انتوا شباب برضو مصر يعني كلنا زي بعض في الحياه، بنقعد على القهوه، بندخل على فيسبوك السوشيال ميديا. المشروع ده بدا في 2015 في عز ما كانت كل السوشيال ميديا والمواقع والقهاوي مليانه احباط وما نقدرش وما نعملش وما مش هنقدر نسوي والبلد دي ضعيفه والبلد دي عجزة. لما جيتوا هنا كنتوا جاي على اسنها شغلانه ولا كنت جاي مصدق؟ والا ايه اللي اتغير بعد سنتين؟ لا طبعا يعني كنا جايين ومصدقين ان احنا هننفذ ده، وفي تحدي جوانا ان احنا نعمله، واحنا كنا شايفين ان البلد محتاجه المشاريع دي في الوقت ده، والمصريين مش اقل امكانيات من اي حد تاني انها تنفذ الكلام ده. الحقيقه موضوع السوشيال ميديا والكلام ده احنا يعني كان الهدف هو الشغل وان احنا نركز فيه، وده المطلوب متهيألي من كل المصريين ان كل واحد يركز في الشغلانه بتاعته، في حاجات تانية ليها ناسها اللي تفكر فيها وتاخد قراراتها، لو كل واحد قام بدوره انا شايف ان الموضوع هيتغير. ما كانش بحبتك الكلام ده يا باشمهندس؟ لا طبعا كان بيحبط، بس احنا كعماله مصريه شغاله في المشروع فانا كانت رؤيه العين مصدق وشايف ان اللي بيتقال مش مجرد شعارات، وان مصدق ان البلد ليها خطه وبتنفذ الخطه دي، خطه خمسيه قدام خمس سنين 10 سنين قدام، وبيتم فعلا تنفيذ الخطه دي لهدف معين، ولكن هدف تعمير سينا وتقليص الرحله من سينا الى الدلتا عامه بعد ما كانت الموضوع بيقتصر على المعديات والمده الطويله اللي كانت بتتاخد فيها. دلوقتي ان شاء الله باتمام النفق ده حضرتك هتاخد المشوار من والى فيما لا يزيد عن ربع ساعه، فده بحد ذاته انجاز كبير بيسهل دخول وخروج الناس والمستثمرين وخلافه. والانجاز الاكبر ان احنا قدرنا. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم وعلى مجهودكم هنا، وانتم طبعا عارفين دي لوحه شرف ليكم ولاولادكم ولاحفادكم ان شاء الله. احنا دلوقتي في جسم النفق، فالى كل من نشر متعمدا او غافلا او بيهزر او بيستسهل انه العمل هنا وقفت، لا احنا دلوقتي واقفين وبنغزكم وبنقول لكم انه احنا وصلنا ل 1500 متر و 1700 متر والاعمال لسه شغاله، وهنوريكم اكتر واكتر ايه حجم الملحمه التعميريه اللي دايره هنا في انفاق الاسماعيليه تحت اشراف القوات المسلحه المصريه والاداره الهندسيه للقوات المسلحه المصريه.